الأخ يسأل يقول هل نغير النطاق الجغرافي اللي نعيش فيه؟ يقول نعم، إذا كان اللي حواليك سلبيين. الذي قتل 100 نفس جاء إليه ملكان، جاء إليه سأل شخص فقال له إني قتلت 99 نفس، وعارفين القصة، وقال له ليس لك توبة. الآخر قال له انتقل، اذهب إلى الأرض الفلانية. فإذا كان المجتمع اللي حواليك، وإذا كان العالم المحيط بك عالم سلبي وعالم سيؤثر عليك، فابتعد. لكن إذا وجدت في نفسك القوة على التأثير فيهم، هذا الأفضل، فإنك تغير فيهم. ها ما عاد في أسئلة؟ سووا عصف ذهني. طيب أنا حسألكم، ما هو الشيء الذي لا يتغير؟ ما هو الشيء الذي لا يتغير؟ على فكرة فيه عندي هنا أشياء إن شاء الله أنها تعجبكم، وعندكم خيارات، اللي حابب يأخذها أوكي، واللي حابب يحضر دورة مجانية على الإجابة أوكي براحته. هذه اللي داخل الظرف، هذا شيء جميل جدا جدا جدا، لا يقدر بثمن، بأمانة لا يقدر بثمن، فهي موجودة هنا، اللي حيجاوب حياخذ ظرف. لا ما هي دورة، والله فيها شيء مرة ثمين. لا مو كلام، حاجة لا. شيك على بياض، تفضل. يقول أنا سألت ما هو الشيء الذي لا يتغير، يقول القيم، القيم ما تتغير، بالعكس المبادئ تتغير، الجمال يتغير، الدين يتغير، يجي واحد مسلم يصير كافر، الجمادات تتغير، كيف ما تتغير؟ الكون يتغير، كل شيء يتغير إلا شيء واحد تتغير. لا الله عاد أنا أتكلم في على مستوانا، يعني على مستوى إحنا البشر وكذا، يتغير العمر يتغير، أنا أتكلم على مستوانا إحنا كبشر. تفضل. كيف ما تتغير؟ تتغير، تتغير. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ها يتغير. أعرف واحدة اسمها هند وحاولت اسمها إلى هنيدة. ها لا أنا أتكلم على مستوى البشر، أي شيء من الله سبحانه وتعالى عاد نسلم. ها شيء واحد ما يتغير أبدا، يتغير. ألا التاريخ تغير على فكرة، على تاريخ، على كلام التاريخ، التاريخ اللي واصلنا تاريخ يمكن 2/3 من التاريخ مكذوبة. التاريخ يكتبه المنتصر. لما يأتي شخص ويقول أن الحجاج بن يوسف الثقفي ذهب إلى مسجد الكوفة وقتل 100,000، أنت حسبها كذا بالعقل، كيف يدخل على ناس وكيف 100,000 يقتلهم هم جالسين مستنين ويجي لين عندهم ويموتهم؟ إيش الرشاشات اللي كانت معاه؟ ففي أشياء يعني تعقل وأشياء يبغانا. تفضلي. ما حصل لنا في الماضي كيف؟ لا الماضي خلاص راح، أنا أتكلم ها يتغير، يتغير. لما يقول لك الانسان تلوث فكره، الهرم يتغير، واحد تلاقينه شايب ويحط صبغه، يتغير كل شيء، يتغير. عارفين من الاشياء المضحكه، جابوا لقاء في التلفزيون مع شخص انه لديه عقار يرجع الواحد شباب ويستطيع ان يعيش ما ادري كم سنة، وجايبين هو وهو يلعب حديد وكذا، وما شاء الله تبارك الله مصطح وعمره كبير، يقول ان هذا العقار يعني يطيل العمر وكذا ويقتل الهرم. بعد اسبوع مات هذا الرجل، بعد اسبوع بس. فكل شيء يتغير، حاجة واحدة يتغير. كيف الصغير مو يطول و ما المهم في شخص يتغير، واحد يكون نحيف، واحد متين حوالي. ايوه تفضل. ها طيب اختصر عليكم، التغيير هو الشيء الوحيد الذي لا يتغير.
التغيير هو الشيء الوحيد الذي لا يتغير. لذلك أرحب بكم معنا اليوم في برنامجنا كيف تغير حياتك. كيف تغير حياتك؟ كثير منا يسأل هل أنا بحاجة أني أغير حياتي ولا لا؟ من عادتي في الدورات أني أخرج على نص البرنامج، فإذا أحسست أني خرجت اسحبوني، رجعوني للمكان. فالتغيير، وما أدراك ما التغيير؟ عندنا شعار للدورة أو للمحاضرة أو للقاء: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والحديث: لا يحقرن أحدكم نفسه، لا يحقرن أحدكم نفسه. وأيضا حديث: تفاءلوا بالخير تجدوه. حياتنا اليوم تلاقي إنسان محبط، إنسان: أنا مين حتى كذا، أنا مين حتى أصير ناجح، أنا زي فلان، هل أنا، هل 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 الأسئلة التي تلاقي الإنسان يحقر من ذاته، يحقر من نفسه. ليش أنا أحقر من نفسي؟ ليش؟ بالعكس، عندي طموح. حياتنا في الأيام هذه مين اللي قتلها ومين اللي ضيق عليها؟ الأمثال القديمة، الأولين قالوا أمثال وقيدونا فيها: القناعة كنز لا يفنى، اتقي شر من أحسنت إليه، إنك لا تجني من الشوك العنب. إيش الكلام هذا؟ مو صحيح. لما نتكلم نقول القناعة كنز لا يفنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت همة أحدكم الثريا لنالها. تقول لي القناعة كنز لا يفنى؟ وبعضهم يجي يقول لك كثر السلام يقل المعرفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا، يعني أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كان الصحابة إذا فرقت بينهم شجرة يسلمون على بعض حتى تتحات الخطايا. أمثلة يبغى لنا نرجع نغربلها، صحية جميلة ولكن قالوها على أيامهم. الآن لازم نغير. لا تقيدني بأمثلة تقول لي: مد الحافك على قد رجولك. ليش حمد على؟ لا تقيدني. فلذلك هذه الأمثلة وهذه الحكم وهذه هي اللي قيدتنا. نحتاج أن نخرج من هذا الفكر، نحتاج أن نغير. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ هناك آية ثانية ماذا تقول؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. معناته أنت ابدأ حيجيك المدد، حيجيك العون. لكن لابد أن يكون لدينا ثقافة الإيمان بقوانين الحياة، لابد أن يكون لدينا إيمان بقوانين الحياة، قوانين الكون. من قوانين الكون قانون رائع جدا، وهو قانون الاعتقاد واليقين. قال قوم موسى: إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قانون. كلا إن معي ربي سيهدين. ماذا كانت النتيجة؟ اضرب بعصاك البحر، انفلق البحر. طيب، قانون ثابت. من القوانين الجميلة في الحياة قانون الانعكاس. حياتك الخارجية هذه ما هي إلا انعكاس لما بالداخل. شعورك الداخلي هو اللي يأثر على الناس من برا. غير، يغير داخلك يتغير الخارج. غير شعورك وإحساسك الداخلي يتغير خارجك. الآن تجد تغيير الشخصية من خلال الخط، تغيير الشخصية من خلال الطاقة، تغيير من خلال كذا. بدت أشياء وبدت قوانين وبدت دورات جميلة. يحتاج فقط، لما كنت أتكلم مع أحد الأشخاص عن الطاقة، قال: يا أخي والله هذه من الأمور اللي أنا ما أؤمن فيها. مشكلتنا إذا جاء أي علم جديد يقف الناس ثلاثة. ناس يؤمنوا على طول بدون ما يعرفوا هذا الشيء، على طول معاك، وناس يرفضوا على طول، وناس يقفوا في النص يطالعوا. هذولا الحق معاهم راح، الحق مع هذولا راح. إحنا ما نقول لك خلاص خليك إمعة، لا. أي معلومة وأي علم وأي فكرة تجي جديدة سوي لك فلتر. والله إذا كان تماشي ديني وقيمي ومبادئ أخذها، إذا كانت تخالف الدين وكذا لا أرفضها. لما يجي إنسان يتكلم يقول لك: والله يا أخي معليش، إيش الطاقة؟ والله هذا كلام، أنا ماني مدرب طاقة للمعلومية، عشان تقولوا يدافع عنها عشان هو مدرب. أنا ماني مدرب طاقة ولا عالج بالطاقة، لكن نتكلم الجنرال، يعني كلام عام. لما نتكلم عن النواة، أن الذرة مكونة من إيش؟ فين اللي تخصصهم فيزياء؟ بروتون وإلكترون.
الإلكترون هذا هو المجال المغناطيسي، الطاقة الكهرومغناطيسية المحيطة. كذلك أنت تحيط فيك طاقة كهرومغناطيسية. هذه الطاقة الكهرومغناطيسية تختلف من شخص إلى آخر، تختلف من شخص إلى آخر حسب الحالة النفسية. حسب الحالة النفسية فهناك طاقة هابطة وهناك طاقة صاعدة. لماذا عندما أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أنك تقرأ المعوذات وآية الكرسي وتمسح بها جسدك، أنت إيش تسوي الآن؟ تستقبل طاقة، طاقة هابطة من السماء. لذلك في الدعاء في الوتر في كذا ندعو بالشكل هذا، نستقبل طاقة إلهية، نستقبل طاقة نازلة من السماء. فلذلك الطاقة نوعين، طاقة هابطة وطاقة صاعدة. كل الأشياء هذه، كل المعلومات الجديدة، كل المتغيرات نحتاج أن نمشي معها، ما نقف عكس التيار. امشي مع التيار ولكن امشي بفكري. أنا الأخ اللي سألني سؤال قال طيب كيف المحيطين اللي حوالي ممكن ما يساعدوني؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف نتخذ الشيطان عدو؟ اللي حيجاوب له جائزة. يلا أول ظرف. مستقيم، صراطك المستقيم. طيب يعني إيش كيف تتخذ الشيطان عدو؟ من رسالته إنه هو عدوي، هو بينادي إنه أنا عدو وهو عدو، والله سبحانه وتعالى بيقول أيوة. كيف تتخذ عدو؟ بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة؟ إذا قلنا بالصلاة يرسل عليك أصغر أعوانه خنزب يلخبط عليك بالصلاة. من قالت جهاد النفس؟ جهاد النفس كيف؟ يعطيك العافية. هو بالجهاد، جهاد النفس مع حاجتين. كمل الآية، يقول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يدعو إلى النار، فأنت تجاهد نفسك وتدعو إلى الجنة. هذا قتال الشيطان، هذا جهاد الشيطان، هذا اتخاذك للشيطان عدو. خلونا نأخذ على مثل واقعنا. إذا أنت الآن بدأت في تحضر دورات أو بدأت في الالتزام وتروح تحفيظ قرآن وكذا، وفي معك شلة زمان يا شيخ ولا تحفيظ ولا كلام فاضي، كل ما رحت وانت رايح التحفيظ يجلس يزن عليك لغاية ما يثنوك. لكن لو جيت انت أول مرة تعالوا معنا والله التحفيظ كذا كذا، بديت تحاول فيهم المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، ايش حيقولوا أول ما تعدي من عندهم؟ يا شيخ فكونا الآن، هذا حيمتحننا، حيجلس يتكلم علينا، يلا يلا. فانت اكتفيت شرهم، صح ولا لا؟ بالطريقة هذه بجهادك نفسك تتخذ الشيء. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا جانب. نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بعضهم يقول الحديث غلط فيقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، وهذا مو صحيح، ما ورد بالطريقة هذه. لذلك في ماذا تظن؟ تظن بالله إيش؟ الخير يأتيك الخير. تظن بالله الشر يأتيك الشر. لذلك عندما زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل مريض، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طهور. ماذا قال له؟ قال بل حمى تفور يا رسول الله. قال هي كذلك، فمات محموما. بماذا تظن؟ امرأة راحت لدكتور تقول له أنا حاسة أني عندي سرطان، كشف عليها وسوى تحاليل وكذا، قال لها ما عندك شيء. راحت بعد فترة، راحت له دكتور حاسة أني عندي سرطان، أنا عندي سوت كشف عليها وتحاليل، يا بنت الحلال ما عندك سرطان. راحت بعد 3 شهور جات دكتور أحس عندي سرطان، كشف عليها لقى عندها سرطان. أنت بتجذب لنفسك الأشياء السلبية. لذلك أسألكم سؤال، إذا واحد هذا في الرجال طبعا، النساء المثل هذا ما يجي عليكم. إذا فكرت تشتري سيارة مثلا، وفكرت انك تشتري بي ام ولا تشتري فورد ولا تشتري كامري، ايش السيارة اللي حتشوفها في الشارع؟ كلها الكامري. انا قلت كامري، واحد دق واحد قدامه كذا. طيب ايش حتشوف؟ بس حتشوف الكامري ولا حتشوف البي ام؟ ليش؟ انت جذبت الى نفسك
هذا الشيء. طيب أقول لكم حاجة، ما الفرق بين العقل الواعي والعقل اللاواعي؟ متى نستخدم الواعي ومتى استخدم اللاواعي؟ متى يؤثر في الواعي ومتى يؤثر في اللاواعي؟ هذا مين؟ اللاواعي. ممتاز. يستاهل. طيب أعطيكم مثال، إذا قلت لك الآن لا تكتب، لا ترفع يدك، لا تحرك رجلك، لا تحرك الشماغ، لا الطلبات هذه، إيش حتسوي أنت؟ وأنا مدرب حتلتزم، أقول لك خلاص لو سمحت لا تكتب، لو سمحت لا توقف، بالله لو سمحت لا أحد يستخدم الجوال، إيش حيتم؟ أي أحد حتستمعوا للكلام هذا. لكن متى أقول لكم حاجة وتنفذوها وهي لا؟ إذا كان الشيء يخاطب العقل اللاواعي. كيف؟ الآن أقول لكم لا تفكروا في أسد. ليه تفكر؟ أقول لا تفكروا في أسد. ليش؟ لأني أخاطب العقل اللاواعي، خاطب العقل اللاواعي. لذلك حنمر بمراحل معانا في التغيير اليوم، تحتاج أنك تنتقل ما بين الواعي واللاواعي، تحتاج أنك تنتقل ما بين الواعي واللاواعي. اسأل نفسك هذه الأسئلة، ماذا سوف نغير؟ أو ما هي الأمور التي سوف نغيرها؟ التغيير في المبادئ والقيم، ما هي مبادئك وقيمك؟ ثم بعد ذلك سنتكلم على سلم القيم. كل واحد يعطيني أو يجاوب بينه وبين نفسه، إيش يبغى يغير؟ يبغى يغير البيت، يبغى يغير السيارة، يبغى يغير نفسه، يبغى يغير زوجته. أمكن، سبحان الله. فاسأل نفسك أنت إيش تبغى تغير؟ في ثورة عشان هذا مشكلة. فاسأل نفسك أنت إيش تبغى تغير؟ بعد ما تسأل نفسك، اسأل نفسك، ممكن أسألكم سؤال وهذا عليه جائزة، ما الفرق بين الرسالة والرؤية؟ ما الفرق بين الرسالة والرؤية؟ تفضل. يقول لك الرسالة اللي تكتبها، والرؤية هي الأشياء اللي تتحققها في المستقبل. الرؤية إلهام من الله، والرسالة الرؤية شيء أبعد، والرسالة شيء حاضر. الرسالة هدفك، الرؤية مبدأ، الرسالة خطتك، الرؤية خطتك المستقبلية، والرسالة كيف تحقق هذه الرؤية، الرسالة هدف قريب المدى، والرؤية هدف بعيد المدى. تفضل. الرسالة محتوى، والرؤية الرسالة ما تقدمه الآن. الأخيرة الرؤية أعم وأشمل، والرسالة والرسالة الرسالة شيء عام. أيوة، لكن تستاهل، تستاهل جائزة. بالله أعطي الأخت اللي وراء. الرسالة شيء ثابت، والرؤية شيء متغير. الرسالة شيء ثابت. طيب أعطيكم مثال، رسالة الأنبياء كلهم واحدة، لا إله إلا الله. كل رسول جاء برؤية مختلفة عن اللي قبله، صح؟ هذا بالنسبة للأنبياء. رسالة ماكدونالدز إشباع الحواس الخمس ثابتة. رؤيتهم إيش كانت؟ إنهم يصبحوا المطعم الأول في تقديم الوجبات السريعة. طيب إذا أصبحوا المطعم الأول في تقديم الوجبات السريعة، إيش يسووا؟ يقوموا يغيروا رؤية. فالرسالة شيء ثابت، والرؤية شيء متغير. الرسالة ما تتغير أبدا، ثابتة. فلذلك من الآن لابد أن تسأل نفسك ماذا تريد،
ما هي رسالتك وما هي رؤيتك؟ تعمل لنفسك من الآن. اللي ما هو كاتب لحياته خطة معناته عايش همل، عايش عيشة. أنا شفت واحد من الشباب معلم له 30 سنة، نفس الجدول، يجي الصباح يوقع، يمكن ثاني واحد في الدفتر إذا ما كان أول واحد، حضر من خلص المدرسة وقع انصراف، راح البيت، راح عنده استراحة يشيش يرجع البيت دواليك. هذا كيف عايش؟ هذا الحياة لازم يكون لك فيها هدف، لازم يكون لك فيها رسالة تكون تؤثر. فلذلك سيأتي معنا مقولة للرافعي يقول: إن لم تضف شيء في الدنيا فأنت إنسان زائد، أنت إنسان زائد. لابد أن يكون لديك قيم تمشي وفق هذه القيم. أعظم حاجة تحدث في التغيير عندما نغير المبادئ والقيم. هل أستطيع أن أغير قيمي؟ ما هي القيم؟ ما هي القيم مرتبة؟ ما هي القيم العليا؟ ما هي قيمة العالية؟ كل واحد فيكم له قيمة عالية. ما هي أعلى قيمة؟ الدين. ها، إذا جينا نتكلم على القيم واللي يقول لي أنا الدين عندي قيمة عالية، حسأله سؤال: هل أنت تصلي الصلوات في وقتها؟ واحد. هل تصلي الفروع السنن القبلية والبعدية؟ هل أنت حريص على اسأل نفسك. لكن واحد يجيني: يا الله بس على الفرض صلى وراح. قال لي: والله الدين عندي قيمة عالية. فين الدين قيمة عالية؟ فين التنفيذ؟ معناته الدين صار قيمة ثانية. طيب القيمة الأولى صارت المال. الله سبحانه وتعالى، وركزوا معي في الآية هذه، يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كيف أنا أتخذ إلهي هواه؟ أنا إلهي الله سبحانه وتعالى، كيف يكون الإله عندي الهوى؟ هذا السؤال التفسير ححط لكم هو على شطرين، شطر للسيدات وشطر للشباب. نبدأ بالشباب. كيف تتخذ إلهك هواك؟ تكون جالس في مباراة للأهلي والاتحاد في الملعب، ورايح من بدري من بعد صلاة العصر، وانت جالس مستعد وكذا، ويقول على صلاة المغرب، قول صليت المغرب وجلس عشان تكون لك مكان. بدأت المباراة وانت جالس، جاء وقت الصلاة. اللي يقوم يصلي هذا قيمة الدين عنده عالية، واللي قال بعدين وجالس متابع المباراة وبعدين يروح يجمعها، هذا إلهه هواه. هذا الهوى اللي عنده داخل صار هو الإله. انتهينا من الشباب، انتقل للسيدات. رايحة عرس أو زواج أو ما شئت، وراحت عند الكوفيرة وزبطتها وتماكيجت على سنقة 10، وجاء وقت صلاة المغرب، بعدين لسه الحين أغسل وجهي ودوبي مسوية مكياج. إلهها هواها. هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال: وأضله الله على إيش؟ على جهل، على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ لذلك لابد أن تجعل لك هدف أنت ماشي ليه. كلنا ينشد السعادة، صح ولا لا؟ لكن السعادة فين؟ طلبها فرعون بالماء بالجاه، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وجد السعادة. ماذا كانت النتيجة؟ أجر الله سبحانه وتعالى الأنهار من فوقه. طلبها قارون بالمال، وجد السعادة، فخسفنا به وبداره الأرض. طلب السعادة قوم عاد بالقوة، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. إيش معنى فارهين؟ ها، جايزة هنا. ارفع صوتك اختي ما اسمع، السن له دور. قولي. ها، الله ينور عليك، تحية كبيرة جدا له. هقول لك ايش قالت. أطيب. ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني لاعبين، وهم بيلعبوا يسووا بيت من الجبل، في الجبل ينحتوا بيت من اللعب بس يلعبوا. ايش القوة هذه؟ وجدوا السعادة؟ لا، طلبها قوم سبأ بايش؟ ها، بالزرع. ايش كانت، ايش بدلهم الله سبحانه وتعالى؟ فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل. اجل السعادة فين؟ لا هي بالمال ولا بالمنصب ولا بالجاه ولا 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 ولا. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن
التقي هو السعيد. كنت أتكلم مع أحد المشايخ، كون عملنا كمستشارين أحيانا تأتي إليك الامرأة خاصة إذا كانت ثرية وهي بحاجة للاستشارة هذه، فأنت بتعطيها الاستشارة، بتحاول تعطيك ساعتها مال، هدية، مدري إيش، انتبه إنك تأخذ هذا الشيء، لأن هذه حالة نفسية أو عاطفة هي اللي دفعتها لهذا الجانب. أحد المشايخ في مرة من المرات كان في الإمارات، فألقى كلمة في مسجد، الله فتح عليه، فكان شخص يبكي بكاء في كلمة بعد صلاة. بعد ما خلصت الكلمة جو الناس يسلموا عليه، وجاء الشخص اللي كان يبكي وسلم على راسه، طلع قال له ممكن تقبل مني بس هذه الهدية، والله إنها من قلبي. صاحبنا يقول توقعت يعني 50 ريال 500 ريال حاجة زي كذا. طلع له مفتاح سيارة لكزس، قال له هذه هدية مني، قال له والله ما تجيني، لأن هذا الآن عاطفة. طيب هذه صارت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا لا؟ ها، سعد بن من عندما جاء إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مريض، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أشعر بالموت، يقول له خلاص أحس أني انتهيت خلاص يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل ستعمر. فطبعا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون وحيا يعني، فقال له سعد فإذا أنسلخ من مالي كله لله، يعني لك مالي كله يا رسول الله. شوف العاطفة الآن، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلا يا بلال تعال سجل، يلا خذوا، استغل الموقف. قال لا يا سعد. قال يا رسول الله أجل بالنصف. قال لا يا سعد. قال يا رسول الله أجل بالثلث. قال الثلث والثلث كثير. فلذلك لابد أن تفرق ما بين العاطفة وما بين القيمة الداخلية لهذا الشخص، وما بين القيمة الداخلية لهذا الشخص. لذلك لما نغير سلم القيم، هنبدأ بأول حاجة في سلم القيم الاحتياجات البدنية. الاحتياجات، أيوة، هرم ماسلو. هرم ماسلو هذا يتكلم لك على احتياجاتك أنت، ماذا تحتاج، ماذا تحتاج. أول حاجة عندك إذا كان احتياجك للجوع، للعطش، للصحة، لكذا، ساعتها حتفكر في شيء آخر. واحد جوعان حيستمع لمحاضرة ولا؟ لذلك من الأشياء قالوا إن القاضي لا يحكم وهو جائع. ذا كذا من الاحتياجات المهمة. أول احتياجات احتياجات جسدية، جوع، العطش. دخلوا عليها احتياج ثالث، ما هو؟ ها؟ لا، الأمن بعده. احتياجات جنسية، احتياجات غرائز. لذلك هذه أول قاعدة، أول سلم في هرم ماسلو، الاحتياجات ماذا؟ أيوة، الإنسان ما حيعطي وهو بحاجة إلى هذه الحاجة. عندك أكل، شرب، جنس، هذه مهمة جدا. طيب ها؟ عليك بالصوم فإنه لك وجاء. هذا الركن الأول. يجيك الثاني، الأمن والمأوى. إذا إنسان ما في عنده أمن وأمان كيف يكون يعطي؟ أبدا. طيب هل نقدم الأمن ولا الحاجات الجسدية؟ هل نقدم الأمن ولا الحاجات الجسدية؟ ها، الحاجات الجسدية. الأمن يأتي يعني إذا توفرت لك الحاجات الجسدية أوكي ارتحت. بعدها إيش تبغى؟ أبغى الأمن. طيب ما توفر لي الأمن، ما أبغى ولا شيء ثاني، لا أبغى الأمن أنا. فهو عنصر ثاني، عنصر ثاني. العنصر الثالث الانتماء. إيش معنى الانتماء؟ يكون مع مجموعة، ينتمي في بيئة اجتماعية، أهل، إخوان، أصحاب، كذا. لكن إذا كنت لوحدك، كان في يقولوا عندنا مثل الجنة اللي بدون ناس ما تنداس. طيب أنا إيش أبغى بالأشياء هذه كلها وأنا ما عندي مجموعة، ما عندي جروب. واحد كان يقول للشاعر شو اسمه طرفة بن العبد، يقول له يا طرفة أنا أحب أن أكون لوحدي، ما أحب يكون معي أي أحد، فبغاك تعطيني بيت يعني أستمتع فيه، في يعني دائما يكون ديدن عندي. ماذا قال له؟ يقول عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أن أطير.
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أن أطير. ما يبغى، خلوني لوحدي أنا ما أحتاج أحد. لكن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، كثير بإخوانه. بعد ذلك التعبير عن الذات، تفضل. لا ها هنا يفرق الأخ، يقول لكم خليك زي الأسد تمشي لوحدك، إيش الفائدة؟ عارف واحد كتب عن الأسد، كنا نظن أن الأسد هذا مخلوق عجيب ومخلوق رائع، اكتشفنا أنه الأسد هذا صفاته كلها هو الأنثى هي اللي تصطاد له، فانصدمنا فيه. خلينا بس، أشياء كثيرة تغيرت عندنا، مفاهيم كنا كانت عندنا غلط. عندنا الأسد هذا توب، أيوة، اكتشفنا أن المسيطرة الأنثى هي اللي تصيد وهي اللي تسوي وهي وهو إنسان متكي، طلع أي كلام. بعد ذلك التعبير عن الذات، ما هو التعبير عن الذات؟ ها؟ لنفسك واحترام الآخرين لك، احترامك لنفسك واحترام الآخرين لك. بعد ذلك إشباع الذات، ما هو إشباع الذات؟ هنا قلنا التعبير عن الذات، هنا قلنا إشباع الذات. تفضلي الأخت هذه إنسانة مبدعة، عشان نسيت أعرفكم عليها، أستاذة سارة السيد، حضرت معنا برنامج إعداد المستشار الأسري، فكان لها بصمة رائعة جدا جدا جدا. هذه الآدمية تخيلوا إنها يعني على قول الصحابة زمان تضرب أكابد الإبل حتى تأتي إلى جدة، هي من القنفذة، فشوفوا المشوار اللي تدقه علشان تجي تستفيد. فتحية كبيرة للأخت. فهي إنسانة رائعة جدا يعني، وأنا والله في ضيفة من القنفذة، تحية ثانية للضيفة. فجزاها الله خير، يعني حريصة جدا على الدورات، حريصة جدا أنها تستفيد وتفيد، وعندي إحساس أن الآدمية هذه سيصبح لها شأن، وحذكركم بكلامي هذا، ستصبح الآدمية هذه في يوم من الأيام يشار إليها بالبنان، فالله يوفق إن شاء الله. تفضل يا سار، راح السؤال ضيعتي؟ طيب السؤال صح، الله يعطيك العافية. طيب إشباع الذات، إني أشعر إني حققت ذاتي، إن عندي طموح، عندي قدرات، عندي كذا، وتحققت والله أنا عندي قدرات. تكلم لكم محمد على أيام الجامعة، هل تصدقون إني كنت الطالب الوحيد اللي عندي مكتب في الجامعة؟ طالب وعندي مكتب، والله العظيم الطالب الوحيد اللي عندي مكتب في الجامعة. في معلومة ما وصل لكم هي محمد، الظاهر إنه ما وصلها حياءً، ولكني أنا أقولها لكم. أنا تخرجت من الجامعة بتقدير مقبول، والتقدير هذا ما يحق لي إني أسجل ماجستير في أي جامعة، وهذا من الأشياء الخاطئة عندنا هنا. الإسلام يجب ما قبله. يا أخي كيف تحاسبني على حاجة؟ أنا كان عندي ظروف، كنت الصباح طالب، والظهر من الساعة 1 إلى الساعة 7 سكيورتي، ومن الساعة 8 أخذ تاكسي وأروح أتكس في الليل يمكن 1 كذا وأرجع. كيف حتبغاني أجيب جيد جدا؟ بعد ما تخرجت من الجامعة رحت أسجل في جامعة أم القرى، يقولوا لا لازم جيد جدا. يا جماعة أنا سووا لي اختبار، اختبروني الاختبارات اللي تبغوها، ما عندي مشكلة. قال والله معلش. طيب تحاسبوني بحاجة؟ يعني عمر بن الخطاب كان يعبد صنم، صار رئيس ل 62 دولة. ها هو ايوه لكن أنا أقولها حتى لا أحد يحتقر نفسه يقول ليش وكيف أنا معقول أني أصبح وكذا. لا تصير تصبح. بعد ما سجلت في الماجستير وسجلت في الدكتوراه، هل تصدق أني الآن أدرس ماجستير، أدرس من السنة الجاية ماجستير جديد في سني هذا؟ قبلوني سجلت في عن طريق التعليم شو يسموه هذا المسائي، لا المسائي أيوة انتساب نروح، لا لا مساء نروح من العصر للمساء. أيوة فعبيت نموذج وعبى صاحبي كتب التقدير جيد جدا. قال لي والله ما حد داري، يلا بس قلت جيد جدا جيد جدا يلا. رحنا سووا لنا اختبار، كان عددنا 1200، تخيلوا حطونا في مكان كبير في مكة. خلصنا الاختبار ورجعنا، نزلت اسماءنا في الجريدة، قالوا اللي نزلت اسمه اللي نزل اسمه يجيب لنا أصول الشهادات ويجي للمقابلة الشخصية.
أطالع في صاحبي تاي ورطني. قال لي والله يعني ما حيدق ولا على شهادتك أنت حيجلس يشوف مقبول ولا. يا رجال ما حد انتبه، تعال بس. قلنا يلا، حد انتبه؟ ما حد انتبه. يوم جاء الدور عندي دخل ماسك الأوراق كذا أسوي، فأنا حاطه عندي كذا ماسكه، يقول لي هات أوراقك، ما أبغى يسحبها. فأعطيته يشوفه، قال لي يا أخي كيف كذا، ما ينفع. قلت له والله يا أخي، قال لي مكتوب هنا جيد جدا وهنا مقبول، تعرف أنظمة الجامعة والتعليم العالي، وبدأ يغني علي. قلت أقول لك والله مو أنا اللي سجلتها، سجل أصحابي، إذا كنت تقبلوني الخير وأهله، ما إذا كنت تقبلوني خلوني أضرب الباب أروح. قال لي والله أنظمة الجامعة والتعليم العالي و و و وإلى. قلت له يا أخي الفاضل، أنظمة الجامعة وأنظمة التعليم العالي ما هي قرآن أنزل من الحكيم الخبير، عادي يا أخي تتغير. واحد من ضمن الجالسين الله يستر عليه دنيا وآخرة إلى الآن أدعي له، اسمه الأستاذ عبد الله الشير، دكتور عبد الله الشير، الله يحفظه دنيا وآخرة. قال والله لأجيب لك استثناء لو من التعليم العالي. قلت له ليه تعرفني؟ قال لي لأنك الوحيد اللي جاوبت على كل الأسئلة، اللي بعدك بينك وبينه 10 درجات، فمستحيل أن يكون إنسان بسيط. والله ويجيب لي قبول، وسجلت في الجامعة وخلاص. بديت داومت أول أسبوع أو أسبوعين، صار علي حادث وغبت شهرين ما داومت. قلت يا ولد الحين خلاص فصلوني ما أروح، حتى الرسوم ما دفعتها. قابلته يشاء الله في زواج، فينك؟ قلت والله صار علي حادث واستحيت هذا الجد. قال أقول لك تعال، كنت أحضرك الأيام كلها، تعال تعال. والله أيوة، فأراد الله وكملت. فهي طبعا حتقول فرص، واحد يقول يا أخي يمكن أنا ما تتهيأ لي الفرصة هذه، لا ابحث تتهيأ لك الفرصة، أنت تتصيد الفرص، خليك جاهز. فذلك نحتاج إشباع لهذا الذات، نحتاج إشباع لهذا الذات. أوقف بس لمدة دقيقتين، كل واحدة وكل واحد عندها ورقة بيضاء ترسم فيها أي رسمة في بالها تخطر في بالها الآن، يلا تفضلوا. أي رسمة تخطر في بالك الآن ارسميها. لا، كل واحدة يكون عندها ورقة، في عندها هنا أوراق، الأخوات ما عندهم محمد. أي حاجة تيجي في بالك ارسميها، إن شاء الله ترسمي مربع. أي حاجة تيجي في بالك حطيها في الورقة. أقلام ما في، في مراسيم هنا. محمد حيجيك، حيجيك الآن. رسمت خلاص؟ في احد ما ما في هنا. مين اللي ما عندها قلم ولا قلم؟ خذي. لا بدون الوان، بس اي شيء. محمد الدورة مسجلة ها؟ لا بس والله التعليم العالي رائع جدا، والأنظمة كلها كويسة والله صراحة. في كاميرا تصور، والله التعليم ممتاز، وإحنا ماشيين في طريق رائع، والرغيف رخيص، والمواصلات سهلة، الحمد لله فضل الله.
خلصته؟ طيب، كل واحد رسم رسمة هي الرسمة التي في خاطره في داخله الآن، هو الشيء اللي يفكر فيه، الحاجة اللي بتفكر فيها هي اللي رسمتها. هذا الآن اللي بيستخدم، اللي بيرسم، هذا العقل اللاواعي. فالحاجة اللي رسمتها هي ما تفكر فيه داخليا. هأخذ بعض الأشياء سريعا، هأخذ ثلاث أشياء من السيدات وثلاث أشياء من الشباب. فنبدأ، إيش رسمت؟ وجه إيش؟ حزين؟ ممتاز. اللي رسم وجه فهو نظرته تجاه، خليه في تمرين ثاني. اللي رسم وجه فهذه نظرته تجاه ذاته، ها؟ اللي رسمت وردة إنسانة عاطفية، إنسانة عاطفية. اللي رسمت بحر إنسانة معطاءة، ها؟ الأخ هذا رسم شخص ويتحدث بالمايك، هذا لديه قدرة على التحدث أمام الناس، لديه حب للتحدث أمام الناس. كذا كم أخذنا؟ باقي آخر واحدة من هنا. قلنا الوردة دليل العاطفة ودليل هذا. اللي رسمت أي، صلى على النبي، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، ها؟ أي قلنا البحر دليل العطاء، إنسان معطاء، أيوة. الدائرة إنسانة طيبة ودودة، لكن مشكلة اللي ترسم الدائرة هذه ينطبق عليها المثل اتقي الحليمة إذا غضب. نظرتك تجاه، تفضلي، نظرتك تجاه ذاتك، ها؟ ها؟ الله يكفينا شر الأسهم. خلاص بس ناخذ، قلنا ثلاثة ثلاثة خلاص، ها؟ معناته تفكيرك في المحاضرة، ممتاز، تفكيرك في اللقاء. نجم إنسان طموح جدا، لديك أكثر من مهارة، تجيد أكثر من مهارة، ها؟ نظرتك تجاه ذاتك، شمس طموح جدا، طموح، ها؟ إيش رسمتي؟ ها؟ ما شاء الله عليه. اللي رسم حديقة ورد وكذا، إنسان مؤانس، إنسان اجتماعي، يحب يساعد الآخرين. طيب آخر واحدة، خلاص ما عاد حجاوب أي إنسان. البيت بحديقة دليل على السكن، دليل أنه إنسان يحتاج إلى العائلة، يحتاج إلى الأسرة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مما نتكون نحن الإنسان عامة. مما يتكون؟ سنتكون من عقل اللي هو فكر ومشاعر وجسد وسلوك، جسد وسلوك. طيب السؤال، من ماذا كان يتكون آدم عليه السلام؟ ها؟ أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم كان عبارة عن تمثال، فكان تمر الملائكة من عنده فتضحك، فنفخ فيه الروح فسجد الملائكة. فقال العلماء، هل السجود لآدم ولا لروح الله؟ اختلفوا العلماء. لذلك نقول أن البشر فيهم من روح الله سبحانه وتعالى، أنت فيك من روح الله، أنت فيك من روح الله، كل واحد فيه من روح الله. نفخ الله سبحانه وتعالى روح في آدم ففيك روح إلهية، هذه اللي تعصمك عن المعاصي، عن الزلات، عن كذا. لكن إذا ابتعدت عن هذه الروح صرت فيك من الطين، فيك من الدناء، اللي هو لما تنتقل إلى المعاصي، إلى الغرائز، إلى كذا، فأنت تخليت عن روح الله سبحانه وتعالى وطغت عليك الروح الطينية، طغت عليك الروح الطينية. لذلك الإنسان هو عبارة عن فكر اللي هو العقل، ثم بعد ذلك مشاعر داخلية اللي هو داخل هذا الجسد، فسلوك خارجي، سلوك خارجي. كل السلوكيات الخارجية هذه منشأها المشاعر ولا الفكر؟ منشأها المشاعر ولا الفكر؟ الفكر، الاثنين. متى يؤثر فيك الفكر ومتى تؤثر فيك المشاعر؟ متى تؤثر؟ متى؟ يعني الآن أنا سلوكي، عارفين إيش السلوكيات الخارجية؟ السلوكيات الخارجية الغضب، الانفعال، الحدة، الزعل، البكاء، هذه كلها سلوكيات خارجية. السلوكيات الخارجية هذه منشأها إيش؟ هل هو الفكر ولا المشاعر؟ مشاعر. طيب المشاعر قبل الفكر ولا الفكر قبل المشاعر؟ ها؟ المشاعر قبلها الفكر. يعني إذا فكرت تكون مشاعرك كويسة، يكون سلوكك كويس؟ ها؟
يعني شعور يعني فكر وشعور وسلوك. في حاجة ثانية، إذا جاتني مشكلة لا سمح الله صارت مشاعر داخلية، صارت مشاعر داخلية، ساعتها أحتاج أنا إلى إيش؟ إلى فكر حتى يكون سلوكي الخارجي سليم. أحتاج إلى فكر حتى يكون سلوكي الخارجي سليم. حاعطيكم قصة، القصة هذه قد يكون الجميع مرت عليه هذه القصة، ولكن لن أقولها الآن، أقولها بعد البريك، بعد ما نأخذ إن شاء الله بريك للمغرب أو للعشاء حقول لكم القصة هذه، ذكروني فيها خلاص. بس لا تجلسوا تفكروا في القصة، خلوكم معايا. لا خلوكم معايا. طيب، فلذلك أي مشاعر داخلية هي بالتالي تخليك تبدأ تفكر، بالتالي تخليك تبدأ تفكر حتى تجد حلول، حتى تجد حلول. هذا قلنا عقل، ثم مشاعر، ثم السلوك النابع من الجسد. طيب المسيطر على الإنسان هل هو العقل أم القلب؟ كيف؟ لا أنا أتكلم على سيطرة على الجسد، اللي يقول لك ارفع يدك، حرك رجلك، نام. العقل، ها القلب، ها العقل، كيف؟ كويس، روح. كنت ماشية كويس ولا خبطت في الطريق؟ ها من المسيطر؟ هل هو العقل، هو الجهاز العصبي، ولا القلب؟ الجهاز العصبي، القلب هو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. طيب هل هو القلب المسيطر على الإنسان؟ لا. نقول بالآتي. طيب هات، يلا خلوكم أسمع إجابتكم. سكتوا، طيب قولوا. ما أسمعك. أيوة كويس. نقول أن العقل، أن القلب هو الملك، والعقل اللي هو الجهاز العصبي هو رئيس الوزراء. عارفين المثال الآن؟ فالجهاز العصبي يعطي أوامر لكل الجسد إلا القلب ما يأمر. فلذلك تجد الإنسان ميت دماغيا لكن القلب ما زال يضخ. إذا أخذوا قلب من شخص وحطوه في شخص آخر ما ينتظر الجهاز العصبي يعطيه أوامر بالتشغيل، يشتغل على طول، يشتغل على طول. فلذلك المسيطر على الإنسان هو القلب، ولكن اللي يعطي الأوامر هو الجهاز العصبي. طيب الأشياء اللي بتروح للقلب بتروح له متى؟ إيش نسمي القلب هذا في عالم التدريب؟ القلب هذا إيش نسميه؟ ها؟ لا، كلمة دائما بيكرروها المدربين، العقل اللاواعي هو القلب، لأن المعلومات كلها بتروح لهذا القلب. القلب هو الوعاء، هو الوعاء. من الوعاء هذا تبدأ سلوكيات. طيب ليش احنا الآن نقول نغير؟ حنغير ايش؟ قولوا لي الآن عندك وعاء في عصير مثلا، كاسة فيها عصير، ساطل مليان عصير، نبغى نشيل العصير هذا اللي فيه ونحط مويه بدون ما نشيله ونكبه بدون ما نشفطه، ما يتحرك في مكانه ثابت. التخلية قبل التحلية، حاجة يسموها قانون الإزاحة. قانون الإزاحة أنك تصبي 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 حلين ما تطفح هذا ويبقى. لذلك هذا هو التغيير، هذا هو التغيير، أنك تعطي سلوك جديد إيجابي، تعطي مشاعر، تعطي أشياء، تعطي عواطف لهذا القلب حتى تكون سلوكيات خارجية، حتى تكون سلوكيات خارجية. فهذه اللي يسموها التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. تجهز المكان حتى تبني عليه، تجهز المكان حتى تبني عليه. كلنا لدينا أفكار سلبية، وكلنا لدينا مشاعر سلبية، وكلنا لدينا أشياء قديمة أثرت فينا. طيب هي اللي ما زالت مقيدتنا، كيف نشيلها؟ إننا نعمل هذه الفلترة. طيب أنت حضرت الدورة هذه، إيش حتكتبي؟
حضرت الدورة هذه ايش حتكتب؟ لازم يكون لك هدف. انت جاي ليش؟ جاي الدورة هذه زي ما سألكم الأخ محمد، انت ليه جاي الدورة هذه؟ ايش تتوقع انك تستفيد من الدورة هذه؟ حضرت كم دورة في المكان هذا؟ حضرت دورات للأخ ماجد العمودي، حضرت لدكتور عبد الرحيم السالمي. لا أنصحكم لا تحضروا له، مدرب سيء. عبد الرحيم السالمي مدرب سيء سيء، لا يصلح للتدريب، إنسان متطفل على التدريب، إنسان ما يعرف يدرب. الأخت بتقول لي أحلى محاضرة كانت محاضرتي، أنا أقوم أمشي، أنا أروح. يا سيد موجود هنا. ف ما أنا أحس إنه يلا كويس كويس. هو أمس قبل أمس قبل أمس كان على برنامج خطبة في قناة أبو ظبي قبل أمس. هو مدرب، هو مدرب رائع، لكنه أحيانا يكون رائع أحيانا يكون شربة. لكن الدكتور عبد الرحيم هو إنسان رائع صراحة ومدرب متميز، وأنصحكم بالحضور. يسألوك يقولك حتسوي لهم الدورة مرة ثانية، الناس ما حضروا، يقول لكم ابشروا مجانا كمان. خلاص طيب. فلما سوينا انا والدكتور دوره كانت رائعه جدا اسمها لغه الجسد وحديث الحرف، لاول مره تجتمع حاجتين اللي هي لغه الجسد والجرافولوجي. فكان الدكتور يتكلم عن لغه الجسد، يقول اللي مثلا مسوي كذا لغه جسده وكذا، فيسالني كيف حيكون خطه، فاقول خطه كذا. فكنا دوتو كذا في دوره من الدورات كانت رائعة، دربناها هنا في دربناها هنا ودربناها في الإمارات ها سويناها مع أفاق. ها عبد الرحيم يقول لك عيدوا لغة الجسد وحديث الحرف. الربوع الجاي أنا في تركيا يا سيد. طيب إن شاء الله نعيدها مرة ثانية إن شاء الله. والله هذا عبد محمد هو المنسق، يقول لا ما حتكون في الغرفة التجارية، يقول وهو إنسان مادي يقول بفلوس. المهم عاد نسقه معاه. طيب نرجع لموضوعنا، احنا خرجنا شوية صراحة. لغة الجسد موضوع جميل جميل جدا، والآن يعني مطلوب. عندنا حلقة قريبة ستكون على قناة من القنوات الكبيرة، سنكون أنا والماثل أمامكم، هذا الرجل الذي يلبس الغترة البيضاء ويجلس جلسة الأسد. سنكون في حلقة اسمها تحليل شخصية الزعماء. سنتكلم عن الزعماء اللي هو في الانتخاب. ها؟ لا 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 لا، قناة لسه سكرت يعني. فحتكون الحلقة أنا حتكلم على تحليل الزعماء من خلال خطهم، وهو سيتكلم عن الزعماء من خلال لغة جسدهم. فيه بس طيبين يا كله. طيب مستويات التغيير، ركزوا معي شوية الآن. مستويات التغيير، هل التغيير له مستويات؟ كيف أنا أتغير؟ فلان كيف يتغير؟ ثانية كيف تتغير؟ في مستويات للتغيير. أول مستوى عدم الوعي وعدم المهارة. عدم الوعي وعدم المهارة. كيف عدم الوعي وعدم المهارة؟ نعطي مثال. الآن عندك طفل، الله ينور عليك، عندك طفل صغير، هل يعرف السيارة إيش فائدتها؟ عنده وعي بهذا الشيء؟ هل عنده مهارة أنه يقود السيارة؟ عدم وعي وعدم مهارة. طيب لما يكبر الولد هذا شوية، يكون في أولى متوسط ولا كذا، يصير عنده وعي بالسيارة أنها مهمة، بتودي بتجيب وكذا، لكن عنده مهارة في قيادة السيارة؟ قد يكون لا. طيب لما يكبر عنده وعي وعنده مهارة، عنده وعي
وعنده مهارة. طيب الأخيرة ما في وعي وفي مهارة، من قال التفحيط؟ صح، الله يعطيك العافية. فعلا يكون عنده مهارة عالية لكن ما في وعي، قد يكون من المفحطين. أحيانا تلاقي الإنسان يشغل سيارته ورايح بيت أهله ولا بيت كذا، يشوف نفسه رايح الدوام، الله إيش اللي جابني هنا؟ تصير هذه ولا ما تصير؟ أحيانا تشغل سيارتك وانت رايح طريق معين، تشوفك سلك طريق آخر، إيش اللي جابني هنا؟ أنا ما أبغى أروح هنا. هذا القيادة بدون وعي، هذه القيادة بدون وعي، فهذا لا وعي ومهارة. طيب طبقوا لي هي على التغيير. على فكرة إذا بدأ الإنسان في التكليش فاعرفوا أنه خلاص هذا قمة الوعي والمهارة. طيب يلا طبقوها على دورتنا، نزلوا على الأربعة هذه دورتنا. لا لا، عندكم في الأوراق، نزلوها على التغيير. عدم وعي وعدم مهارة، وعي وعدم مهارة، ومهارة ووعي، مهارة بدون وعي. في التغيير كيف تتم؟ أنا ضربت لكم مثال بالسيارة على التغيير، كيف سوي لي هي مراحل التغيير. سووا اللي تعرفوه، حاولوا. مراحل التغيير عندك، المرحلة الأولى عدم وعي وعدم مهارة، كيف في التغيير؟ تفضل. الله ينور عليك، لا يعرف التغيير، ما عنده وعي بالتغيير ولا عنده مهارة في تغيير نفسه. فهذه المرحلة الأولى، كملوا الباقي، كملوا الباقي، احنا حنوقف عند الأخير هذه. اوكي والأخيرة منى. اوكي اوكي كويس. غيره، أبغى الأخير الآن، كلكم وقفتوا عنده، تفضل. المرحلة الأخيرة هو يعرف شو التغيير ويختار إنه يغير ووعي لا، هذه الثالثة. لا، اللي هو وعي ومهارة. أنا أبغى مهارة بس ما في وعي. تفضل. إجابة رائعة، مع أنها ما هي اللي في البرنامج، بس إجابته رائعة. يقول هو واعي، عنده المهارة، بس بيتغير غلط، بيتغير تغيير خاطئ. هذول زي مين؟ زي مين؟ مجارات الموضة، زي اللي يروح مثلا يشوف المسيحيين وكذا يصير مسيحي، يتأثر، تغير، عنده مهارة وعنده وعي وعنده كل، ولكن تغير تغير خاطئ، صار ملحد، صار كذا. لكن اللي أنا أبغى أوصل لكم هي صار عندك مهارة في التغيير بدون وعي، إنك صار التغيير عندك تلقائي، صار التغيير عندك تلقائي، فحياتك ماشية وفق ترتيب، حياتك ماشية وفق ترتيب. سؤال في الجزئية هذه، تفضلي. كيف؟ أوكي. جدا. هم حيتقبلوك غصبا عنهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما العلم بالتعلم، إنما الصبر بالتصبر. فانت كل ما تعودت صار التغيير عندك تلقائي، صار اللي حواليك لازم غصبا عنهم يعني يتماشوا معاكي، فانت صار تاثيرك اكبر مع التغيير، تصير الهاله عندك تزيد، فصارت هالتك تاثر على اللي حواليك. النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول الارواح جنود مجنده، كيف
كيف؟ كيف؟ كيف الأرواح جنود مجندة؟ كيف؟ يعني أيوة أنا الآن قابلتكم ارتحت لك، كيف ارتحت لك؟ اللي حيجاوب له جائزة، يلا شكلها خلصت. يكون في تقارب في الأرواح. كاريزما. أوكي. أحياناً أنت تشوفني كذا ما ترتاح لي لله. بدون ما ابتسم بدون ما أكشر. وأنا في أغافل لك الله. تصير؟ ها طيب ها. كيف؟ ايوه كيف؟ كيف؟ حلو 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 كملي يا بنتي كملي روحي جابتك صح. صحيح ممتاز. يصير طاقتك عكس طاقة اللي هي الهالة المحيطة فيك عكس الهالة اللي محيطة فيه. حوالين كل إنسان هالة، حوالين كل إنسان هالة، تصير الهالة اللي عندي غير الهالة اللي عندك فيصير فيه تنافر. أما إذا تداخلت هالتي مع هالتك تصير فيه تقارب. يصير فيه تقارب، القبول وعدم القبول. هذه مهمة جدا، لذلك تجد بعضهم من أول ما تشوفه تقول يا الله أنا شفتك قبل كذا. وأنت ما شفته أصلا. كيف يتم هذا النظر؟ منى لا تقولي. السؤال في ثنتين لا يتجاوب. الآن أنا شفتك لسه أول مرة أشوفه، أقول يا أخي عفوا إيش اسم حضرتك؟ أشرف. أنا شفت أشرف الآن، أقول له يا أشرف والله كأني شايفك قبل كذا، أنا ما شفته أصلا. كيف شفته؟ كيف تم هذا؟ تفضلي. بس هلا هلا كانت معانا في الدورة. لا لا اسكتي هلا ما شفتك انا. هلا زيلعي برضو حضرت معانا دوره اعداد المستشار الاسري. ولادمية هذه حريصه انها تحضر معايا في استشاراتي الخاصه في المركز، فعندها حب انها تصير مستشاره في المستقبل، فتحيه كبيره جدا للأخ. ها نبغى لا تجاوبي حضرتي. ها تفضلي حضرتي معاه ما حضرتي طيبات. هذا السؤال عليه ساعة رولكس، اللي حيجاوب عليه ساعة رولكس. ارفع صوتك ما اسمعك. الأرواح الأثيرية كيف تتقابل؟ كيف؟ استنى. تصعد إلى السماء. ممتاز هذه إجابة صحيح. إجابة ثانية تفضلي. ارفع صوتك الله يحفظك. أيوة هي طلوع الأرواح الأثيرية. حاجيك ذا الحين. عددهم كثير يا أخي يفجعوا يخوفوا. إجابتك نفس إجابة أختك. ها. أيوة. إجابتك حلوة بس يبغى لها ترتيب. تفضل كان عندك إجابة؟ لا. لا. هي الإجابتين هذه كويسة، إجابة الأستاذ وإجابة الأخت اللي هناك. أول إجابة جابتها الأخت تقول إن الإنسان لما ينام ترتفع الروح إلى السماء. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأرواح وهي نازلة تتقابل. هذا رأي. رأي آخر قالوا لا، في عالم الذرة تقابلت الأرواح. وهذا رأي. رأي قالوا أخي الفاضل بس يبغاله التعديل، هو بنظرات العين.
أنا لما أشوف أشرف العين اليمنى تستقبل قبل العين اليسرى بجزء في الألف الثانية، فتودي للعقل اللاواعي الميموري للذاكرة فوق، فبعدين تشوف اليسرى فتروح تودي فوق تقول لا الصورة هذه موجودة عندي. فهذا التفسير لأنك تشوف إنسان فتقول والله أنا شايفك قبل كذا. لذلك نقول دائما الأرواح جنود مجندة، قد تتداخل الهالات، هالتي مع هالتك وهالتك مع هالة الشخص الثاني. طريقة التغيير، كيف أغير فكري؟ لا ما يثابت. كيف تغيروا؟ كيف أغير من الناس اللي حواليا؟ لابد أني أغير من نفسي. كيف أنا أغير من نفسي؟ أبغى الجميع كلكم أوقفوا، كلكم أوقفوا. أوقفوا الوقفة هذه وحطوا يدكم هنا بالوقفة بالشكل هذا. أيوة الوقفة هذه اللي نوقفها إحنا. لا مو توقفي كذا، اللي ندخل يدنا كذا في بعض. أوكي؟ حتلاقوا بعضهم يدهم اليمين باينة واليد اليسار مخفية، والبعض عكس، بعضهم يدهم اليسار باينة واليمين مخفية. إذا كان يدك اليمين باينة واليسار مخفية أنت منطقي، وإذا العكس فأنت عاطفي. حاولي لحظة، حاولي تغيري يدك، تخلي اليمين مخفية واليسار ظاهرة. متوازن، متوازن. حاولي تغيري، تخلي اليمين ظاهرة إذا كنت اليسار، وخلي اليسار ظاهر إذا كنت يمين. كيف تحسوا وضعكم الآن؟ جدا صعب، صح ولا لا؟ لو تعودت عليها تمشي معاك. هذه الحياة اليومية، هذه حياتك، هذا تأثيرك. تفضلوا، الله يعطيكم العافية. تتغير شخصيتك، فهذه حياتك اليومية، هذه الحياة اليومية. تفضل، وتصير الأخ منطقي وعاطفي متوازن. طيب الحاجات وسلوكيات الإنسان العامة كيف تتغير؟ كيف أنا أغير فكري؟ كيف أغير سلوكي؟ كيف أعمل كنترول على حياتي؟ هل أستطيع أني أعمل كنترول على حياتي؟ يعني مثلا أكون استرس، أنا أكون عصري، أكون حاد، أبغى أصير هادئ، إيش أسوي؟ أغير سلوكي، كيف أغيره؟ صح؟ أيوة، كيف أصير هادئ؟ ذكر موقف إيجابي. الأخت تقول كل ما أجي أعصب هدي نفسي شوية شوية، ساعتها وقت العصبية فتفتكري الكلام ذا؟ النفس ممتاز بس معلش أنا أبغى حاجة منطقية. أي ممتاز ممتاز ممتاز. إحنا دائما لما نشوف واحد معصب إيش بنقول له؟ غير تعود من الشيطان، يا شيخ صلي على النبي. دائما نقول له يا أخي صلي على النبي. ليش بنقول له صلي على النبي؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. تهدئ. فإذا شفت واحد عصبي خليه يصلي على مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ أنا جايك في الخطوة الثانية. أنا كيف أعدل السلوك زي الأخت الفاضلة هذه؟ كيف أعدل السلوك من داخل؟ هذا السلوك اللي أنا بعطيها سلوك خارجي، مؤثر خارجي. لا، نبغى المؤثر اللي عندها داخلي. عندنا المؤثرين اثنين، إما مؤثر داخلي أو مؤثر خارجي. الآن تكلمنا عن المؤثر الخارجي، أقول لك صلي على النبي، قل لا إله إلا الله. بعضهم يتقبل هذا الشيء، وبعضهم لا، يكون عنده الجانب العصبي عالي جداً فما يتقبل هذا الكلام. هذا إذا ما غلط، ممكن يغلط. ليش أقبل أصلي على النبي بلا؟ ممكن يغلط. أيوة، هذا درجة العصبية عنده عالية، إيش أسوي فيه؟ يسوي ما حيستمع، يجلس توضى ما يستمع. حاجة يسوي، تفضلي. حقول لكم لا، أنا أبغى أسوي حاجة، أبغى أسوي حاجة ديدن تكون معاها على طول. تفضل. يقول لك سوي له اي تصرف، ارمي قلم في الارض. لا لا، انا حتكلم على حاجه عمليه وطبقوها، وقولوا سامي الانصاري قالوا شوفوا كيف تاثيره. تفضلي يا رنا.
انتوا تتكلموا على وقت المشكله، انا اتكلم على تهيئه من قبل عشان يجي وقت المشكله تكون جاهزه. انتوا كلكم جالسين تدوروا حول المشكله، اذا صارت المشكله تجوا تعالجوها. لا، جهزوا قبل ما تصير المشكله. لا لا، انا اتكلم الان. الاخت فاطمه تقول انا عصبيه جدا. انت كل الحلول اللي حتعطيها وقت العصبيه ما حتمشي معها. انا ابغى حل قبل. ما تعصب كيف؟ طيب اقول لكم، طبقوا معايا التمرين هذا 7 ايام بس. تفضل طبقوا التمرين هذا 7 ايام. اي وحده فيها شده العصبيه تكتب الفاتحه كما هي في المصحف 7 مرات قبل ما تنام، بالتشكيل اللي موجود في المصحف. تكتب الفاتحه كما هي 7 مرات بالتشكيل اللي في المصحف، اكتبيها 7 مرات 7 ايام. اذا ما حسيت بكنترول على وضعك تعالي، انا اعطيك فلوس الدوره بلاش. بغيت اقول لكم فلوس الدوره اعطيها ايش؟ دورتين مو دوره واحده. اشيلك معنا دوره تركيا، عندنا دوره يوم السبت في تركيا مدتها 10 ايام. فلذلك 7 ايام اكتب الفاتحه 7 مرات كما هي في المصحف بالتشكيل قبل ما تنام، قبل النوم. ايوه، يبغى لها صبر لانك بتحس انك بتطلع كل الانفعالات على الورقه. يوم اليوم الثاني اليوم الثالث حتلاقي انك صرتي ريلاكس. تفضل. الاخ بيسال سؤال مره رائع، يقول ليش 7 مرات؟ ليش 7 مرات وسبع ايام؟ الربع الرقم 7 مبارك، نطوف حول الكعبه 7، الصلوات 7. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن؟ وأنزل عليك السبع والقرآن الكريم والقرآن العظيم. 7 المثاني يعني ما هي من القرآن؟ ليش قال 7 المثاني والقرآن العظيم؟ الله سبحانه وتعالى أنزل 104 من الكتب السماوية، 104 اصطفى منها 4، واصطفى من 4 هذه القرآن، واصطفى من القرآن الفاتحة. فلذلك لها فضل كبير جدا جدا جدا. يقول ابن القيم ثلثي العلاج في الفاتحة، ثلثي العلاج في الفاتحة. هذا رأي ابن القيم، ركزوا عليه. ثلثي. تفضلي. وقفي وارجعي، ارجعي من جديد. أنا قلت لازم تكتب بهدوء وبالتشكيل. شفت اني كتبت بدون تشكيل، ارجع اكتبيها من جديد. طالما انت شغاله في التمرين، اوكي، هذا التمرين يجعل لك كنترول داخلي، يجعل لك كنترول داخلي على حياتك المستقبليه، على حياتك، خاصه الناس اللي عندهم العصبيه، عندهم الغضب عالي. الغضب. تفضل. سؤال والله مره رائع. الاخ ما شاء الله جالس من هناك وبس قناص، يقول لك طيب اللي ما هو عصبي ويسوي هذا التمرين ايش يستفيد؟ ها يصير عصبي؟ ها يصير حليم. الله ينور عليك، يصير حليم. الحلم غير الكنترول، يصير حليم. يعني من مشهور بالحلم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم شخص مشهور بالحلم؟ معاوية بن أبي سفيان، كان يسمى أحلم العرب، أحلم العرب معاوية. كان لديه حلم يعني صراحة عجيب. قصص كثيرة كانت تحكى عن معاوية، يقف الإنسان صراحة حيران أمام هذه الهامة. لذلك نرجع مرة ثانية إلى مستويات التغيير. تحتاج أنك تعدل مستوياتك في البيت، تعدلها مع نفسك، ستجد أن الله سبحانه وتعالى يساعد. لكن أنا إذا أبغى أتغير وأشعر أن ما عندي القناعة الداخلية، هل سأتغير؟ يعني واحدة من الحاضرات الآن تقول والله خليني أحضر لسامي الأنصاري أشوف. حتقول لها الثانية طب تتوقع أنك تستفيد وتتغير؟ والله ما نشوف. هذه من بدايتها المفروض ما تجي. هذا واحد. الشيء الثاني اللي يقول لك يا شيخ بلا تغيير، بلا إيش نتغير؟ يعني أنا زي ما أنا، إيش حتغير؟ مو المدربين عمالين بيتكلموا تغيير تغيير تغيير، ما حتتغير.
هل ما حد تغير ولا فعلا الآن المجتمعات بدأ فيها فكرة التغيير؟ بدأ فكرة التغيير. المجتمعات الآن ما هي زي المجتمعات أول. المجتمعات الآن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المجتمعات الآن تغيرت. تغير، تفضل. لا 7 أيام بس. أيوة. فلذلك المجتمعات أقول الآن تغيرت، صار عندهم ثورة فكرية. صار فيه هناك ثورة فكرية. الثورة الفكرية هذه تحتاج مننا إيش؟ تحتاج مننا تفاعل، ثم بعد ذلك تحتاج ممارسة. لكن غالبية اللي حاضرين الآن حضروا مئات الدورات من الشباب ومن السيدات، حضرتوا لكثير من المدربين. بعد ما تمشوا من هنا تنسوا الكلام كله. ليش ما تستفيدوا؟ ما في براكتس، ما في تطبيق. طيب كيف أنا حستفيد وما أطبق؟ والله أنا حضرت للدكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان ووضعي زي ما أنا. خلاص لا تحضر، وقف، اجلس في البيت، وفر وقتك وجهدك ومالك. وفر جهدك ووقتك ومالك، إلا إذا كان عندك إرادة وتبغى من الإرادة هذه أنك تتغير، وتغير أنك تطبق، تأخذ المعلومات من هنا تروح في البيت تطبق. كان الصحابة يقولون لا نتجاوز 10 آيات حتى ونعمل بها حتى تثبت. كان أحد السلف يقول إذا أردت أن تحفظ القرآن غضا صلي فيه في الليل، قوم الليل وصلي بالقرآن ما تنساه. لذلك لابد من التطبيق، لابد من التطبيق. لكن في حياتنا اليوم كل ما جاءت معلومة يقول لك يا أخي هذه والله ما أدري تصير ولا ما تصير. جاني واحد يتكلم يقول والله حضرت دورات البرمجة كلها كلام فاضي. قلت له يا أخي خاف الله، معقول أن كل دورات البرمجة كلام فاضي؟ ممكن حضر مع مدرب ما كان كويس. يعني أعطيكم مثال بسيط في البرمجة اللغوية العصبية، في عندهم حاجة اسمها الرابط. مر عليكم اللي أخذوا برمجة الرابط، إيش معنى الرابط؟ وتعدلها. أيوة. هل هذه صايرة؟ طيب واحد يقول لك يا شيخ بلا رابط ولا إيش رابط. هذا صار في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يأخذ هذا السيف ارتفعت الأيدي، قال بحقه نزلت الأيدي، إلا يد من؟ ها؟ أبو دجانة. قال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به حتى ينثلم. إيش سوى بعد أبو دجانة؟ ربط عصابة حمراء على رأسه وبدأ يمشي خيلاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله إنها مشية يكرهها الله إلا في هذا الموقف. هذا الرابط، ليش ربط عصابة حمراء؟ حتى يتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، ما يتكاسل، ما يتراجع. لابد أن يكون لديك هدف، لابد أن يكون لديك قيمة لحياتك، ما تمشي عبث. أعجبتني قصتين والله، كل مرة أعيدها وأقرأها كذا مرة. مرة أثرت فيا قصة كافور الأخشيدي. كافور الأخشيدي كان يمشي هو وواحد ثاني. كافور الأخشيدي كان مملوك، كان عبد. فكان ماشي واحد معه يقول له أنت تتمنى أنك تباع لمن؟ قال أتمنى أن أباع لشخص لديه لحم، فحتى كل يوم أكل معه لحم. شوف همته. قالوا أنت يا كافور؟ قال أما أنا فأريد أن أباع لملوك أو لملك. قال له غريبة ليش؟ قال له لأني أطمح في الملك. وفعلا صار ملك وصار أنشأ دولة اسمها الدولة الإخشيدية. هذا كافور. هذه قصة. القصة الثانية قصة محمد بن أبي عامر. تعرفون محمد بن أبي عامر؟ كان يسمى الخليفة أو الحاجب المنصور. محمد بن أبي عامر كان حمار. إيش معنى حمار؟ عنده حمار يودي عليه أغراض، هو واثنين معاه. فيوم متكين كذا بعد ما راحوا يودوا أغراض هو وأصحابه، قال تخيلوا لو صرت أنا الخليفة إيش تبغوا مني؟ جلسوا يضحكوا عليه، قالوا مجنون أنت حمار تصير خليفة؟ قال له طيب لو صرت أنا إيش تبغى؟ قال له خلاص إذا صرت خليني وزير معاك وعطني كذا. قال له ابشر. والثاني قال له إذا صرت أنت خليفة ركبني على حمار بالمقلوب وضربني على قفايا وقول لهم هذا دجال من الدجاجلة. راحت الأيام وجاء غزو المدينة. فكان محمد بن أبي عامر يقاتل، كان مشهور بالشجاعة. يوم شافوه كذا الخليفة جاء خلاه عنده من الحرس الخاص، فصار حارس شخصي للخليفة. بعدين صار مستشار للخليفة، كان رأيه سديد. يوم مرض الخليفة ما ينتقل الحكم لولده إلا مين؟ إذا تجاوز 16 سنة. فقال إيش يسوي ذا الحين؟ فمسك محمد بن أبي عامر خلافة انتقالية بس حتى يكبر ولده.
إيش سوى محمد بن أبي عامر؟ غير الدستور كله وصار هو الخليفة، من حمار إلى خليفة. أول ما تسلم الخلافة قال في اثنين جالسين في المكان الفلاني يجيبوهم، جابوا أصحابه قال له أنت إيش قلت؟ قال لهم تعرفوني؟ قال كيف؟ قال أنت إيش قلت؟ قال والله أنا قلت ها خليني وزير معاك وعاطني. قال لك هذا وانت؟ قال أخي والله أمزح تعرف. قال لا ما في أمزح، ويركبوا على الحمار ويضربوا في المدينة. لذلك كن على همة عالية، لو كانت همة أحدكم الثريا لنالها. سيدنا سليمان تفقد الطير، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. جاء إلي الهدهد، الهدهد كان همته عالية جدا، قال أحط بما لم تحط به. أنا يا سليمان أنت اللي تملك الدنيا، أنا شفت حاجة أنت ما شفتها. إيش شفت؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. فذهب الهدهد. انظروا إلى لطافة القرآن الكريم وإلى جميل التفسير. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى فانظر ماذا يرجعون. لما راح الهدهد بالكتاب لبلقيس وأعطاها، أخذت الكتاب وقالت للملأ اللي معاها إنه ألقي إلي كتاب كريم. كيف كتاب كريم؟ هي لسه ما فتحت الكتاب. وبعد حتى لو نقول إنها فتحت الكتاب، الكتاب يجردها من ملكها. ألا تأتوا علي وأتوني مسلمين؟ كيف كريم؟ واحد يجردك من ملكك وتقول عنه كريم؟ كيف؟ اللي حيجاوب له دورة عندي مجانية مو ظرف. السؤال ليش الله سبحانه وتعالى قال إنه ألقي، قالت بلقيس إنه ألقي إلي كتاب كريم، الكتاب يجردها من ملكها. ألا تعلوا علي وأتونا مسلمين؟ ما في، تعالوا تفضلي. هي ما تعرف بسم الله، ما هي مؤمنة إنه جابوا الهدهد، لأنها شافت الهدهد شايل الكتاب. أوكي. لا ما هو صحيح. انا اتكلم عن الكتاب. طيب اللي حيجاوب له سياره بي ام مقدمه من الاستاذة هنيدة محرم. الحمد لله ما حد جاوب. استني اللي وراء هنا الإجابة هنا. أيوه. أنا أتكلم على الكتاب كيف هو كريم. تفضلي هات. الشباب ما في عندكم إجابة؟ ها عشان بس نروح نصلي. الإجابة إن الهدهد عندما أعطاها الكتاب تنحى، فقالت الحركة هذه ما تأتي إلا من كريم عن كريم. فقال سليمان فألقه إليهم ثم تولى، يعني ودي روح. ليش؟ لأن عادة الملوك إذا جاهم كتاب زي كذا يقطعوه وتصير فتنة بين الدول، فحتى يختصر الفتنة هذه تنحى وولى وجهه على الجهة الثانية. فقالت هذه حركة من شخص كريم. ثم بعد ذلك قرأت الكتاب ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. انتهى كلامها. الله سبحانه وتعالى يصادق على كلامها، قال وكذلك يفعلون. نقف لصلاة المغرب وبريك صغير ثم نرجع مرة ثانية. استنوا شوية الأخ محمد، ما أدري يبغى يوزع عليكم فلوس. باب التغيير، دامنا في محاضرة التغيير، فأتمنى أن حتى نغير الأماكن بعد صلاة المغرب. السيدات حياخذوا مكان الرجال، والرجال حياخذوا مكان السيدات بعد الصلاة. طيب.
شوف معاكم يلا غيروا. يعطيكم العافية إن شاء الله. حطوا أغراضكم هنا الشناط وكل شيء. أوقف؟ ايش استفدت من المقطع؟ ناس يصلوا؟ تفضل. التغيير يبدأ منك أنت. الناس تبعوه ها؟ أوكي. ممكن تكون قدوة أنت. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة. هل السنة الحسنة فقط في أني أصلي أمام الناس ولا أني أدعو إلى، هل هذه السنة الحسنة؟ أعجبني كتاب جميل جدا، لطالما في كل دورة من دوراتي أتكلم عن الكتاب هذا، واللي حضروا عندي دورات هيعرفوا أني دائما أتكلم عن الكتاب هذا. كتاب اسمه تجربة النية، تجربة النية. الكتاب هذا جدا رائع، يتكلم على حياتنا كيف ماشية، ويتكلم على حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، اسمه تجربة النية. ألين باكتا غريت أو مارغريت، ألين مارغريت، مارغريت أيوة. هذه الآدمية أنا حضرت لها دورة في الكويت، إنسانة رائعة جدا، صح أنها كافرة ولكن كلامها جميل وكلامها رائع وانتقائها. الغرض من الكتاب هذا نتكلم من الحياة كلها مبنية على قوانين. من ضمن القوانين عندنا قانون السائد، وحاجة منتشرة عندنا في ديننا الإسلامي وهو قانون الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها. هذا قانون سائد، يعني حتجيك العشر أمثالها في الدنيا مو في الآخرة، الآخرة لسه حسابها ثاني. طيب الحسنة ما هي الحسنة؟ إنك تتصدق بفلوس؟ لا، ابتسامتك حسنة، تعاملك السليم حسنة، إنك تساعد شخص حسنة، إنك تكون كويس حسنة، إنك
كل هذه حسنات في الدنيا موجودة، بس إحنا اللي نأخذها ونبدأ نساعد الناس فيها، نبدأ نساعد الناس فيها. من الموجودين كلهم اللي هنا، مين ما عنده قدرة على الوقوف أمام الناس؟ مين ما عنده قدرة على الوقوف أمام الناس؟ هل عندكم استعداد أجيبكم هنا؟ ها؟ الآن الآن الجلسة دي. ها؟ لا اترك التمكن الآن. لو استطعت إنك توقف الآن أمام الجميع ويسألك أسئلة وتجاوب، بس أسئلة في تخصصك، عندك استطاعة؟ مين اللي ما عنده استطاعة؟ مين اللي خايف؟ ها عندك استعداد تجي هنا؟ طيب ليش ما يكون اليوم هذا مرحلة تغيير في حياتك؟ يا عبد الرحيم، محمد، تعالوا تعالوا. تعال عبد الرحيم، في ثنتين من الأخوات أو ثلاث هنا، خذوهم معاكم برا بس جهزوهم عشان يتكلموا أمام الناس هنا. عبد الرحيم الطريقة اللي قلت لك عليها، تفضلوا معاهم. شيل هنيدة أول واحدة جالسة، قومي قومي يا بنتي، قومي معلش. يلا شيل هدى كالتوعة، هدى قومي، لا معليش قومي قومي. واللي جنبها يا محمد، اللي جنبها عبد الرحيم، لا وصيك لما تيجي اجهز وجيبه. مين جزء جزء؟ هذه الأخت اللي هنا، هنا قومي. قومي. طيب شباب خلاص انسوا اللي راحوا برا هذول، انسوهم. ها اللي راحوا برا انسوهم. اتمنى من الجميع لو سمحتوا يا جماعه صلوا على النبي، القصه حتجيكم حتجيكم لما يجوا. تجي سواء الاخت وحتتكلم امامكم، لي طلب بسيط، لا تستهزئوا لا تضحكوا، وأتمنى تستقبلهم بتحية أرجوكم، يعني خلوا من اللحظة هذه مساعدة لهم يعني. لكن لما تيجي واحدة وصحباتها هنا ويجلسوا يتريقوا لها ويضحكوا، حتكون ردة فعل سيئة. فلذلك حتى لو كانت صديقتك وحتى لو كانت أقرب مقربة عندك، لا تضحكي، كون أنت داعم لها، كوني داعم لها. أجمل وأقوى طريقة أنك تقف أمام الناس وتتكلم تتبع ثلاث أشياء. أول حاجة أنك توقف بثبات وتشوف أن الموجودين كلهم أقل منك. انت لما تتكلم، اذا كنت معلمه في صف اول ابتدائي، تخاف انك تتكلمي امامهم؟ اعتبر الموجودين كلهم اقل منك. هذا واحد. الشيء الثاني، لازم تاخذ كميه اكسجين عاليه، تاخذ كميه اكسجين عاليه، تاخذ نفس مع الانف وتطرده مع الفم. ثالثا، انك تطالع في اللي موجود شخص عزيز عليك جدا، تشعر انه مكان الهام لك، مكان الهام لك. واذا وقفت خذ نفس وابدأ تكلم. اللي يقول لي النفس هذا إيش يسوي؟ له جائزة. إيش يسوي؟ في حاجة النفس. الآن أنا أول ما أتكلم وأسوي كذا، في حاجة. إجابتك صح، بس طيب السؤال ايش اللي بيخلي الانسان ما يقدر يتكلم امام الناس او يتوتر؟ طبيا زياده الايه؟ الادرينالين في الدم. اذا ارتفع الادرينالين في الدم، يشعر الانسان بزي الدوار، يبدا يتعرق وخلاص يتوتر. الاكسجين هذا بيعادل الادرينالين في الدم من جديد. الاكسجين هذا بيعادل الادرينالين في الدم. هذه طريقه الاكسجين. ثم بعد ذلك احفظ المقدمة زي اسمك، كأنك تحفظ اسمك، لأنك إذا بدأت هي مرحلة الخطابة
والوقوف أمام الناس زي إقلاع طائرة وهبوطها. مرحلة الإقلاع هي الخوف، ثم إذا استقريت خلاص تتكلم أمام آلاف الموجودين. إذا نزلت هبط سهل. فلذلك لابد أن يكون عندكم هذه المقدرة. نرجع إلى موضوعنا، مثبطات التغيير. واحد يبغى يتغير ولكن في مثبطات، عنده شعور غير مريح، عنده شعور غير مريح، قلق، خوف، توتر. خوف من إيش؟ من إيش؟ من الخطأ؟ من إيش؟ ها، خوف من ردة فعل الناس. خوف التغيير هذا عندك حاجتين، حتخاف إنك تفقد شيء، أخاف إني أفقد حاجة. مثلا الآن عندي عمل، أترك العمل هذا وأغير العمل ثاني مخيف. يا أخي يمكن العمل هذا ما يعطوني راتب، يمكن ما أدري إيش، يبدأ الخوف. أيضا الخوف من التغيير، خوف من فقد أناس. أنا ممكن أتغير لكن حفقد أصحاب، ناس من أصحابي حفقدهم، هذا أيضا خوف. تعب التغيير محتاج جهد، محتاج منك جهد. تقول يا أخي والله ما في، خلينا بس نتكي وبس. لا، لازم تتعب، لأنك إذا تعبت الآن حترتاح بعدين. من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، ومن كانت بدايته مشرقة نهايته محرقة. كيف تصير هذه؟ كيف المثل هذا كيف يصير؟ هذه يقولوها من كانت بدايته مشرقة كانت نهايته محرقة، ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. هذا عندما يكون مثلا واحد الواسطاتية اللي خلته قائد، هذه بدأ مشرق حتكون نهايته محرقة، حيطيح لأنه ما عنده كاربت، ما عنده بيسك، ما في قاعدة واقف عليها. لكن اللي يبني نفسه بنفسه لما يطلع فوق يكون واثق. سألوا نابليون سؤال، قالوا له أنت كيف استطعت أنك تتغلب على هؤلاء أو تتغلب على الجيوش أو تحتل أو كذا؟ قال عبارة جميلة، قال واجهت ثلاثا بثلاث، واجهت ثلاثا بثلاث، من قال لا أعرف قلت تعلم، ومن قال لا أستطيع قلت حاول، ومن قال لا أقدر قلت جرب. حاول في هذه حتجد نفسك. لكن بعضهم يقول لك والله يا أخي أنا ما أقدر والله. طيب جربت؟ لا والله يا أخي ما أستطيع، ما أعرف. ما في حاجة اسمها ما أعرف، في حاجة اسمها ما أريد. ما في حاجة اسمها أنا ما أقدر أسوي الشيء هذا، في حاجة اسمها أنا ما أبغى. لكن المقدرة للدى الجميع، الحاجة اللي تقدري عليها والحاجة اللي تقدر عليها والحاجة اللي أقدر عليها سوا. لكن أنا عندي إرادة، أنت ما عندك إرادة، فلان عندها إرادة، الثانية ما عندها إرادة. الإرادة هي اللي تجعل منك التغيير، الإرادة هي اللي تصنعك، الإرادة اللي تجعل منك إنسان لديه همة، همة عالية جدا. بإيش؟ بالإرادة. أنا لابد أن يكون لدي هدف. تعرفون نيلسون مانديلا؟ نيلسون مانديلا جلس في السجن 25 سنة، لكن من غياهب السجون إلى العرش صار رئيس دولة. طيب هذا همته إيش؟ همة عالية جدا، همة تناطح السحاب. لا تكون همتك بسيطة، همتك صغيرة. كنت أسأل واحد، وخاصة الآن أولادنا تسألوا مش بابا تبغى تصير في المستقبل؟ ما يدري. يا بنتي إيش تبغى تصيري؟ ما تدري. مستقبلنا الآن مين اللي أثر عليه؟ بعض المدرسين في المدارس كانوا سبب، يعني وكانت نقطة سوداء في تاريخنا، يبغالهم إعادة غربلة. لما تجي نوعيات من المدرسين بس أخذوا التدريس مهنة يتكسبوا منها فقط، ما أخذوها كقيمة يضيفوا إضافة رائعة للناس للمجتمع. لكن تعال راجع، أنا ذهبت إلى سويسرا حضرت بعض المدارس، عندهم نظام غريب، غريب جدا. دخلت على حصة من الحصص عندهم اختبار كيمياء أو فيزياء، أفتكر مادة علمية، جالسين يختبروا ما في أستاذ. أقول لهم إيش في؟ قالوا اختبار. طيب فين الأستاذ؟ قالوا ليش؟ قلت عشان يراقب عليكم. قالوا ليه يراقب علينا؟ إحنا نختبر، الواحد إذا خلص الاختبار يحطه في الصندوق اللي هنا. قلت الله. طيب قمت أمزح مع بعضهم أقول له يعني ما يمديك تلطش من اللي جنبك كلمة ولا من هنا، هذا يساعد هذا.
كذا استغربوا مني السؤال هذا، قالوا ليش كيف؟ بالعكس كل واحد يبغى يعرف نفسه. أنا لو أخذت معلومة زميلي يقول هذا هو مستواه، لكن أنا مستواي كيف أعرفه؟ متى نصل لهذا المستوى؟ لما يتغربلوا كلهم. دخلت على مدرسة ابتدائية عبارة عن مكان زي هذا، مكان واحد، الفصول عبارة عن مو البارتيشن، هذه اللي في زي شركة الكهرباء والاتصالات، إيش تسموها؟ زي البارتيشن كذا مكاتب، وهي عبارة عن فصول بس ما في سقف. فأسألهم أقول لهم فين السقف؟ قالوا لا هنا ما في، مدرسة هذه ما في سقف، الفصل هنا وفصل هنا وفصل هنا وفصل هنا. قلت لهم مش الحكمة؟ تخيلوا الحكمة. قالوا يجوا الطلبة من الكي جي 1 والكي جي 2 صغار، فيختلف أعمارهم، بعضهم ما شاء الله مصطح وبعضهم حجمه صغير، فلما يكونوا في مكان واحد ويتقفل عليهم غرفة فيهم يجيهم خوف، لكن لما يشعر أنه في فضاء وأنه يسمع الفصل اللي جنبه يشعر بنوع من الأمان. ما في فراش يقفل عليهم الباب ما حد يطلع، الباب مفتوح. أغرب مدرسة شفتها، شفت طالب أهله يجي يحطون في المدرسة كذا ويسكر ويروحوا ويبكي. ليش؟ لأنه صارت المدرسة بيئة غير جاذبة، ما يبغى. لازم نغير الفكر لدينا. سويت دراسة في مشروع، كنت حريص جدا، الكاميرا أجري على الله سبحانه وتعالى. كان المشروع هذا عندي أني أسوي دراسة في حالات الأطفال وأقدمه على وزارة التربية والتعليم، كنت على يقين أنه حيكون له صدى. للأسف ما كان له صدى، للأسف. الموضوع هذا والدراسة هذه أن نحلل سلوكيات الأطفال من خلال الرسم، نمسك رسوماتهم ونحللها ونتعامل معهم ونعدل سلوكهم من خلال الرسم. من وجهة نظركم هذه ما هي مادة مهمة في المدارس؟ جدا مهمة، ولا بد على كل معلم فني ومعلم صف أولي أنه يدرس هذا العلم. للأسف ما في. سويت دورة ل400 مرشد طلابي في جدة، أعطيتهم البرنامج هذا، تفاجأت أنه غالبية المرشدين ما عندهم فكرة عن التعامل مع الأطفال. أجي المرشد طلابي كيف؟ كنت يعني والله أتقطع من جوا، أبغى أحد يتبنى هذا المشروع. ما يحتاج أن يحطوه باسمي، يحطوه إن شاء الله باسم جحا، بس يسووا المشروع، ما في فائدة. فهذه من ضمن الشعور الغير مريح، أنا أبغى أتغير، أبغى أغير النظام، أبغى أغير المناهج، أبغى أغير كذا، لكن ما في مساعدة. فتجد الإنسان يصاب بالملل، يصاب بالإحباط، لأنك تسعى تسعى وتجد من يحبط هذا السعي لديك. ولكن هل نقف؟ لا، لابد أن يكون لدينا إرادة، لابد أن يكون لديك حلم. احمي حلمك. مقطع شوفوه في اليوتيوب، بالله يدخلوا على اليوتيوب اكتبوا احمي حلمك اليوم، هذا شوفوه، احمي حلمك. المقطع اسمه احمي حلمك، اكتب في اليوتيوب بس احمي حلمك حيجيك. هذا واحد ممثل، وفي الفيلم يمثل معاه ولده، ولده حقيقة، هو أصلا حقيقة، هو ولده في الفيلم انه ولده اسمه أيوة. انا ما اعرف الممثلين، ما شاء الله. اسمه ايه؟ ويل سميث. فويل سميث هذا ولده صغير واقف وياه أمام شاب كذا اسمه ما شاء الله. والله أنا معلوماتي بليد، أنا في الأفلام. أيوة، أمام شبك حديد. ها؟ ما شاء الله، الأخ يعرف حتى اسم أمه. فهذا واقف بولده يقول له لابد أن يكون لديك حلم، وإذا استطعت أن أو إذا أردت أن تصل إلى مبتغاك احمي حلمك، لا تدع أناس يأخذون منك هذا الحلم، حتى أنا يقول له، ولا تتأثر مني، أنا هو أبوه. فلذلك لابد أن يكون لديك حلم، كل واحد منا لابد أن يكون لديه حلم. لو سألت واحد إيش الدريم حقك، إيش حلمك، والله أجد يعني أناس إلى الآن ما عنده ولا حلم، يعيش يومه بس إلى الليل ونام وانتهينا. إيش سويت للدين؟ اسأل نفسك لما بكرة لا سمح الله رحت لحال سبيلك، إيش يذكروك الناس؟ إيش القيم اللي نشرتها بين الناس؟ إيش الأهداف اللي حطيتها؟ أعجبتني، تسمع عن دكتور اسمه أيوب الأيوب، كويتي، مدرب رائع. أيوب هذا صديقي، سافرنا أنا وياه مرة من المرات في الطيارة، فجلسنا نتكلم،
فأنا بقول قصة بس الكاميرا خاف يسمع القصة دي. المهم أيوب له دكتور اسمه ألين أوستن. ألين أوستن هذا الملهم حق أيوب الأيوب. يقول أيوب أي حاجة أبغى أسويها اتصل على ألين أوستن، يا ألين عندي كذا كذا كذا، فيوجهه. فيقول كان عندي دورة في جيبوتي، بالله ركزوا معاي على الكلام، يقول كان عندي دورة في جيبوتي فاتصلت على ألين. طبعا اتصل على ألين فألين يوجهه ويحاسبه يحول له الفلوس كمستشار يعني. قال له ألين عندي دورة في جيبوتي ايش تنصحني؟ قال له الدورة عن ايش؟ قال له عن التغيير. قال ممتاز، تكلم عن كذا وكذا 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 يا أيوب، وترى حتفيدك في كذا، وبدأ يعطيه بعض الأشياء. أوكي شكرا ألين يعطيك العافية، ما أدري ايش، أحول لك أنا الفلوس على الحساب. قال له أيوب لا، الاستشارة هذه مجانية يا أيوب. يقول أيوب أعرف أنه شخص حق يعني، أيوه ما عنده واحد زائد واحد ساوي اثنين. قال له ألين ليش؟ شوف الرد. قال يا أيوب أنا تجاوزت 70 سنة، هو كبير في السن. يقول له أيوب أنا تجاوزت 70 سنة، أخاف أنه بكرة أموت أو كذا، فإذا سألني الإله وقال يا ألين إيش سويت؟ أقول له ساعدت في تغيير جيبوتي. كافر، شوف إيش يقول. لو سألني الإله قال يا ألين إيش عملت؟ أقول ساعدت في تغيير جيبوتي. كل واحد فيكم يسأل نفسه ساعدت في إيش؟ خدمت الدين من أي ناحية؟ إيش كان لك بصمة في الحياة؟ والله العظيم كل ما يقول لي بالقصة إني أبكي. هذا كافر يقول يبغى يساعد حتى لما يقابل الله سبحانه وتعالى يقول لي بصمة ولي مساعدة في هذا الكون. إيش ساعدنا؟ كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال، كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال. عيدوا البرمجة، عيدوا حياتكم، عيد شريطك الماضي. لو رجعت للوراء 10 سنوات إيش سويت؟ هل أمس كان زي اليوم؟ وهل تتوقع بكرة زي اليوم؟ إذا هذا تاريخك فعلى الدنيا السلام. لابد أن يكون اليوم غير أمس وبكرة غير اليوم. هذه اجعلها ديدا. سامحوني لو ارتفع صوتي، ولكن والله الموضوع هذا فعلا يحسسني أن علينا أمانة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدين المعاملة. هذا الحديث عظيم. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدعون بأخلاقهم. نحن الآن نخرج الناس من الدين بأخلاقنا. إذا سافرنا برا نتنصل من قيمنا ومبادئنا. بعد ذلك من المثبطات، مثبطات التغيير، يشعر الناس بأن الطريقة اللي أسويها أنا صعبة، صعب أني أتغير، صعب أني أغير الناس، وصعب الفكرة، والله يا أخي ما أستطيع. ليش صعبة؟ في شيء صعب في الدنيا؟ لو رجعنا للوراء مئات السنين وقلنا واحد فكر أنه يصعد إلى الفضاء، هل هذه تجربة صعبة ولا سهلة؟ في ذاك الوقت مستحيلة. وكيف تمت؟ مين أول من صعد إلى الفضاء؟ واحد أرمسترون، وطنية حقة، مثال للوطنية الرائعة. أول من صعد إلى الفضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. أول من عمل له عملية القلب المفتوح هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عندما الملائكة شقوا صدره. طيب من البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم من صعد إلى الفضاء؟ أرمسترونغ. أرمسترونغ هذا كان يحاول أنه يصعد إلى الفضاء، كان اللي حواليه كلهم يثبطوه كيف؟ طلع إلى الفضاء، عندما نزل قال عبارتين، عبارة مفهومة وعبارة غير مفهومة. أول ما نزل قال خطوة جريئة من إنسان تمثل البشرية، هذه معروفة، خطوة جريئة من إنسان تمثل البشرية. العبارة الثانية قال حسناً يا ألين الآن ستحصل على ما تريد، حسناً يا ألين الآن ستحصل على ما تريد. العبارة هذه غير مفهومة، لا تسألوني، لا تسألوني، يا أرن ستحصل على ما تريد.
أقول لكم إيش كان يريد أرين هذا؟ هذا أرين كان بينه وبين زوجته شحناء، وكانوا جيران أرمسترونغ، فيشوفوا أرمسترونغ يحاول إنه يصعد إلى الفضاء، فالزوجة أرين هذه صار بينه وبين أرين شحناء، قالت له والله لا أمكنك مني لين أرمسترونغ يصعد إلى الفضاء، والله لن تأتيني، لأن حاطة في نفسها إنه مستحيل أرين يصعد إلى الفضاء. فيوم صعد نزل يقول له حسنا يا أرين ستحصل على ما تريد. عموما ما في شيء صعب، ما في شيء صعب أبدا. راجع نفسك تلاقي التاريخ كله أعطانا قصص، أعطانا أشياء، أعطانا مواقف حتى نتعظ. ما كان حديثا يفترى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، يبغاك ترجع. هذه القصص ما جاءت عبث. أنصحكم بكتاب رائع اسمه مع قهوة الصباح. هذا الكتاب جميل جدا، مؤلف الكتاب هذا يعني رائد التدريب في الوطن العربي، إنسان متميز، إنسان رائع، إنسان مثقف، إنسان سامي الأنصاري. لا والله مو عشان أني ألفت الكتاب هذا، بس والله الكتاب جميل، جمعته جمع رائع يعني. اسمه مع قهوة الصباح، كله قصص تحفيزية، كيف تبدأ يومك بتفاؤل. الكتاب هذا صراحة يعني كانت له أصداء جميلة، فعلشان كذا أقول لكم موجود في جرير. الكتاب هذا واحدة من مرة الأمير سلطان الله يرحمه أخذت كرتونين في معرض الكتاب، فكان مدير مكتبة يقول لي الكتاب هذا قرأته الأميرة، فيعني عندها مجمع مدارس، قالت لابد أن يكون في كل مدرسة الكتاب هذا. فالحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل للكتاب هذا قبول، فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعله خالص لوجهه. فلذلك لا تقول صعب، ما في شيء صعب، ما في شيء صعب أبدا. لو أسأل واحد الآن يمديك تتكلم فرنسي؟ كيف صعب؟ مو صعب، تروح تجلس فترة هناك في فرنسا وسهل اللغة. في مرة من المرات كنا في ندوة في تبوك، مين كان معانا؟ عصام قاري، سليمان العلي، ومحمد وعبد الرحيم. كنا نقدم أنا وسليمان العلي، وكان مدير الجلسة عصام قاري، فيعرف بسليمان العلي ويعرف بي أنا، فأراد أن يحرجني. فعصام قاري هذا خطير خطير جداً. طبعاً عصام قاري أستاذنا كلنا، عميد المدربين، اللي يبغى يأخذ تدريب صح والله لا تأخذه من سامي الأنصاري ولا بطيخ، روح لعصام قاري، إنسان يعني تقف له احتراما، على قول أخواننا الأمريكان ترفع له القبعة. فهو الله يرضى دار الأخيار. طبعا عندكم الأستاذة جوهرة مراد، هي منسقة جدا مع الدكتور عصام، والخريطة معاها وتستفيدوا. فالشاهد يوم جاي يعرف، فقال معلومة وقال أبغى الدكتور يقولها بالروسي. طبعا الموجودين كلهم ضحكوا، لكن أنا قلتها بالروسي لأني أجيد الروسية كنت. فقام واحد استغرب قال كيف؟ قلت له عندي المعلومة هذه وأنا جلست في روسيا فترة. الغريب في اللغة الروسية والجميل فيها ما فيها زي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، لغة شوارع ولغة مدري إيش، ولغة لغة واحدة وسهلة جدا جدا سهلة. والله ما أقولها في أي دورة، اللي واحد يسألني نفسه ممكن تقول حاجة. هو العبارة اللي سألني فيها كان يقول، هو يقول أنا معجب جدا في الدكتور سامي الأنصاري، فبا يقولها بالروسي. فقلت له تيمينيا أوتشين رافشسا، بالروسي تيمينيا أوتشين رافشسا، وأنت طيب. فالشاهد ما في شيء صعب، الأشياء سهلة، إحنا اللي نصعبها، إحنا اللي نجعل مثبطات. لو تكسر القيد ها
حتجد أنه ما في ولا شيء صعب في الدنيا، كلها سهلة. بعد ذلك ركزوا معي هنا في التغيير، ما في تغيير إلا ومعاه عقبات، إلا ومعاه عقبات وتضحيات، لأن كل ما كان التغيير أكبر وكل ما كانت التضحيات أكبر وكل ما كان الألم أكبر، كل ما كان التغيير أفضل، كل ما كان التغيير أفضل، كل ما كان في ألم، كل ما كان في تعب، كل ما كان النتاج أجمل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرد من فين؟ من مكة. التفت إليها ماذا قال؟ والله إنك أحب بقاع الله إلى الله وأحب بقاع الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني لما خرجت. كانوا يضعون سل الجزور على ظهره وهو يصلي، آذوه في الطائف، رموه بالحجارة، جاء إليه الملك قال هل أطبق عليهم الأخشبين؟ قال لا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من بين أظهرهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. النبي كان يهدف إلى ماذا؟ إلى تغيير بعيد. عندما لحق به سراقة بن مالك ماذا قال؟ قال له يا سراقة كيف بك لو لبست سواري كسرى؟ تخيل الرسول مطارد، قريش تبغاه حاطة 100 من الإبل، زي 100 سيارة جائزة للي حيمسك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عندما جاء قال له يا سراقة كيف بك لو لبست سواري كسرى؟ هدف النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. كان أبو بكر خائف، قال ويا رسول الله والله لو نظر أحدهم بين قدميه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. اجعل عندك هذا اليقين. فلذلك التضحيات ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولكن عندما جاء فاتحا في مكة ماذا قالوا له؟ ها قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كريم وابن أخ كريم. يعلمنا التسامح، يعلمنا أنك ما تنتقم. الفرق بين الحلم والصبر، هنا الحلم آذوه طردوه رموا عليه الحجارة آذوه في أهله، ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك لابد أن تكون التضحيات كبيرة جدا حتى تجد النتاج أكبر، حتى تجد النتائج كبيرة. والله بعضهم يقول والله يا أخي أنا كيف أضحي؟ ضحي بوقتك، ضحى بنومك، ضحى بجهدك، ضحى بمالك. غالبيتهم يسألوني يقولوا لي ليش ما تدرب بلاش؟ نادر جدا ما أدرب دورات مجانية، نادر بأمانة أقول لكم. مو عشان حبا للمال، مو عشان أني أحب المال، لكن لما تدفع تجي وانت حريص على الدورة. يعني تخيل دورة زي هذه ما اكتملت القاعة، لكن لما تكون دافع بلس تجي وتحرص على العلم. هذه زكاة العلم، تعال احضر واهتم في المادة. لازم تضحي. كيف تتغير يا أخي؟ والله فلان أنت بس دوراتك كلها بفلوس، أخذينا بلاش. أقول لهم لا آسف، لأنه اللي يجي بلاش حتى لما تقول واحد يلا تعال دورة مجانية ما يتحمس، لكن لما تقول له فين هلا وفين سارة، لما حضرت الدورة كانت ب9500 كيف كان حضوركم؟ تلاقي كل كلمة يقولها المدرب تسجلها دافعة فلوس. لكن أنا ما أقول الدورات المبالغ فيها، لا ما هو مبالغ فيها ولا هي دورات شيب، لا بد أن يكون في نوع من التوازن. الآن بس نبدأ في تجربة التغيير الذاتي لبعض الناس. من أول من يبدأ يا والله كل المجموعة تحيه. يلا من يعلق الجرس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله.
شاء الله. ما شاء الله تبارك. المهارة الإرادة منطلق. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. إن شاء الله. تفضلي. بسكن. يلا هدى. السلام عليكم. السلام. معروف عاد ما شاء الله. مركزنا طبعا له منذ 3 سنوات الحمد لله تقبل المدربين والمدربات وهم كبير في تدريب الشرطة. حديث الحر ان شاء الله باذن الله تحت المريض ومع الاستاذ محمد. محمد ان شاء الله حدثت العقد باذن الله حتكون قريب عندنا في مركزنا. يعطيك العافيه. تحيه. تفضلي. كلها مجانيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافية. نمشي احنا يعني؟ ما شاء الله. مدرستي نظام مقررات. طبعا هذا النظام يدربك على الجامعة انك تتحمل المسؤولية اكثر في نفسك. فأي وحدة حاسة ان جنسها او هي ما قادرة تتحمل المسؤولية فانصحها انها تدخل نظام مقررات. يعطيك العافية. شكرا شكرا. اوكي. من منكم عنده استعداد الان انه يقف هنا ويتكلم بعد هذه التجربة اللي شفناها الرائعة؟ اسكت انا خرجت
احنا حنجهز بس والمطبخ برا، من المائده من هذه للمائده، من المزرعه للمائده. صراحه انا اشكر الدكتور عبد الرحيم، اشكر الاخ محمد على هذا، واشكر الاخوات اللي فعلا لديهم اراده قويه. والله اننا نرفع القبعات احتراما لهم، وانا يعني مبسوط جدا بما رايت. لو لم نخرج من الدوره هذه الا بالنماذج السته هذه لكفتنا. يكفيني فعلا ان خرجنا من الدوره هذه بست نماذج وقفت امامكم وتكلموا بكل جراه بدون تردد بدون خوف. فنتمنى من الركن البعيد الهادي نبغى الشباب اللي ما عندهم كذا انهم يقوموا، لا تشجيع بس، لا طيب اللي خايف يقوم يتكلم، لكن اللي عنده القدره. طيب تعرفون الادميه هذه؟ تعرفون اللي فوق هذه؟ لا اسمها هذه كيلر، هذه هي هيلين كيلر، هذه بكماء صماء عمياء. طيب هذه يا دكتور عبد الرحيم كم عندها شهادة؟ تخيل وهي بكماء صماء عمياء. عبد الرحيم يقول لها كيف تتكلم خمس لغات؟ لغة ال... طبعا هذا بحث عن طريق الدكتور عبد الرحيم في دراسته للدكتوراه والماجستير، فتكلم عنها عن هيلين. قبل المستر جوجل ايام الحرب العالميه الثانيه، يعني لم يكن هنالك تقنيه ولا تكنولوجيا، ولكن الاصرار والتهريه والتوقد الداخلي هو الذي يصنع المعجزات. لا يصنع المعجزات والله لا نسبك ولا مالك، وما يصنع الا ما تحمله انت في داخلك. اصبحت السيده هذه محاضره عالميه في القارات الخمس ولها 18 كتاب، منها كتاب الآن صدر لها في موجود في مكتب الجريد بهذا الاسم، هيلين كيلر المعجزة الحية. هيلين كيلر موجود الكتاب، وحقيقة هو قصة رائعة لنا لكي نتعلم من هذه السيدة الرائعة. يعطيك العافية، الله يسلمك. طيب هل هيلين كيلر هذه كم منها الآن في الزمن هذا؟ كم واحدة مثلها؟ مين اللي ألف لغة براين حق العيون هذه؟ لا هو نفسه براين هذا. إيش قصته؟ هو كان يشوف وكان أبوه عنده مزرعة خيول اسمه براين، فمرة من المرات حدوة الفرس جات في عينه، ف
فأصيبت بالتهاب ثم صار ما يشوف، ثم انتقل الالتهاب للعين الثانية فسخط سخط عظيم، الولد كان مدلل. رجع لنفسه قال طيب أنا كنت أشوف، الناس اللي ولده ما يشوفوا طيب إيش يسووا؟ يقول أنا درست وعرفت وتعلمت. طيب الناس اللي ولده كذا عمي ما يشوفوا كيف يتعلموا وكيف؟ فبدأ يحاول إلى أن اخترع هذه النظرية وهذه الطريقة في القراءة. شوف الحاجة أم الاختراع. طيب اللي ما عنده حاجة، الحاجة الآن إيش هي؟ الإرادة. الحاجة الآن الإرادة، لابد أن يكون لديك إرادة عالية. إذا كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الأجساد، تعبت في مرادها الأجساد. إعادة صياغة الحياة، إعادة صياغة الحياة وإعادة إشعال شعلة الشخصية. إحنا ليش انتقينا هذه الألوان الثلاثة؟ الأخضر والأحمر والأزرق، ها؟ منها ممكن تطلع ألوان غيره، طاقة عالية، ها؟ زي القبعات الست. القبعات الست اللي اخترعها ايش كانت فكرتها؟ ها اللي اخترعها ديبونو، صح؟ ادوارد ديبونو. كان الامريكان لهم في كل يعني موسم يعني يغيروا القبعه، فيقول لك ان القبعه هذه شخصيه اللي لابسها، فكانه هذه شخصيه وهذه شخصيه وهذه شخصيه. لكن الان الثلاث الوان عندك تعطيك اول حاجه فكره، ثم اعتقاد، ثم بداية. فكرة ثم اعتقاد ثم بداية. طيب فين الفكرة في أي لون، وفين الاعتقاد في أي لون، وفين الأزرق في البداية في أي لون؟ الفكرة الأحمر، ممتاز. والاعتقاد فين؟ أزرق أخضر. والبداية والانطلاق الأزرق. ليش؟ اللي حيقول لي ليش له جائزة. قلنا الفكرة بالأحمر والاعتقاد بالأخضر والبداية والانطلاق بالأزرق. ليش؟ أوكي، فكرة جهنمية يقول نار، ممتاز. هذا الأحمر، طيب هذا الأول. الثاني اسكت، تحضري معنا وتمتحنيني. طيب ها، لا الآن بدأنا بالأحمر، طيب باقي الأخضر؟ لا ها، الحمد لله. الأخضر اعتقاد، فلابد أن الاعتقاد هو في منطقة المشاعر، شكرة القلب هذه باللون الأخضر اللي أخذت ريكي، ليأخذ برانا وطاقة هنا. ثم بعد ذلك البداية باللون الأزرق، لابد أن تبدأ بحكمة، واللون الأزرق يدل على الحكمة، اللون الأزرق يدل على الحكمة. هذه بالنسبة لتدرج الألوان وشعلة الحياة. إيش تشوفوا في الصورة؟ إيش أنتم شايفين في الصورة؟ يكنس الأفكار القديمة، ها؟ إيش شايفين في الصورة؟ ها يغير. طيب سؤال، حسألكم سؤال، اللي تحت هذا هل هو نفسه اللي فوق يوم كان شباب ولا واحد ثاني هذا؟ يا حمزة ها، الراجل اللي هنا هل هو اللي فوق؟ طيب ايش شايفين في الصوره؟ انك تطرد كل الافكار السلبيه اللي كانت موجوده عندك حتى لا تشعر باحباط، حتى لا تشعر باحباط، فتقوم بطرد الافكار والمواقف السلبيه، تقوم بطرد الافكار والمواقف السلبيه. ماذا نقصد بالتغيير؟ نغير ماذا؟ التغيير هو عمليه، الهدف منها تطوير القدرات الذاتية، عملية الهدف منها تطوير القدرات الذاتية.
هذا هو التغيير. ليش؟ من أجل تحقيق نجاح متوازن في الحياة. أنا أبغى أصل إلى هدفي. أصل. إحنا ما ننشد إلى التغيير السلبي. نحن ندعو إلى التغيير الإيجابي. لما قلنا لك التغيير السلبي هذا كان مهارة بدون باء وبدون وعي. ليس لديه الوعي أن التغيير هذا ما ينفع. هذا التغيير يعني يرجعك للوراء كم سنة. نحتاج تغيير إيجابي. لما تغير وتستفيد أنت وتفيد اللي حواليك. هذا التغيير اللي حضرنا علشان اليوم. التغيير لما أنت توقف أمام الناس وتتكلم تكون لديك القدرة على تغير وتأثر فيهم. لكن أنا حضرت دورة لفلان سين من الناس والله ما طلعت ولا استفدت ولا كلمة مثلا. هذا ما يصلح أن يكون مدرب. معلش أجلس. اترك المجال لغيرك. أدعو إلى التغيير حتى أغير في أفكار الآخرين. أغير بماذا؟ أول حاجة أغير بأخلاقي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت إليه امرأة فحمل عنها متاعها. قالت يا بني يقال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. لم أجد ما أكافئك به. ولكن يقال أن هناك نبي يدعي النبوة لا تتبعه فإنه كذاب. قال لها أنا محمد أنا النبي الذي يدعي النبوة. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الدين المعاملة. هو الآن يغير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير أفكار كان يغير قيم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لما نرجع إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وكيف كان وإلى آخره نجد أنه أول حاجة سواها إيش؟ دعا أنهم يتركوا الخمر؟ لا شوية شوية. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أول حاجة خليك تشرب بس لجي وقت الصلاة لا تشرب. وشوية شوية لين قال إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. خلاص هذا التدرج هو التدرج في التغيير. سألني الأخ الفاضل هنا يقول لي طيب أنا يكون عندي رغبة في التغيير بس تقل الرغبة هذه. كيف يكون حماسي من الأول إلى النهاية بنفس الحماس؟ قلت له حاجة بسيطة بس. يكون الهدف اللي تسعى إليه يكون قريب. اعمل هدف قريب. لما توصل للهدف هذا تتحمس إنك نجحت فتدعس للهدف الثاني. هنا لما يقول لك التخطيط ثلاثة. خطة قريبة المدى. وخطة متوسطة المدى وخطة بعيدة. لكن واحد من ضمن أهدافه أنه يصير وزير وهو لسه في ثالث ثانوي. هدف بعيد ممتاز. خلي هذا هدف بعيد تسوي لك هدف قريب حتى لو تحقق معك الهدف هذا تعرف أنك ماشي صح. تعرف أنك ماشي في طريق صح. لكن أنا هدفي ومشيت والله ما تحقق يجيني ملل. أصاب بإحباط. لذلك يحتاج كل إنسان منا أنه يعيد برمجة أهدافه ويعيد برمجة أفكاره ويعيد هو إيش يبغى. يعيد هو ماذا يريد. طيب تكلمت معاكم تفضل. أنت كان عندك أهداف ولكن بعيدة. كيف حد سؤال مرة رائع. أنا أبني أهدافي على إيش؟ لابد أنك تسأل نفسك سؤال ماذا أريد. أول سؤال ماذا أريد. أنت إيش تبغى. السؤال الثاني كيف ومتى ومع من. عرفت الإجابة هذه انتقل للسؤال اللي بعده. ما هي رسالتي في الحياة. السؤال اللي بعده ما هي رؤيتي في الحياة. السؤال اللي بعده لو تحقق لي ما أريد هل سأكون سعيد. السؤال الأخير لو لم يتحقق لي ما أريد ماذا سأفعل. هذا إيش نسميها؟ البلان بي، الخطة البديلة. لو لم يتحقق لي ما أريد، ماذا سأعمل؟ هذا يا أخي الفاضل، هذه التقسيمات. هنا تصنع لك أهداف. أنا أبغى إيش؟ لابد أن يكون الهدف يخدم الرؤية. أنا عندي رؤية قريبة أني أصبح مدرب. أعمل لي أهداف تخدم هذا الهدف. نعطيكم مثال بسيط. واحد عنده رؤية، رسالة خدمة الناس. رؤيته أني أصبح مدرب بنهاية 2012 وبنهاية 2013 يصير مدرب. هذا رؤية. إيش الأهداف اللي حيبنيه حتى يصل للرؤية هذه؟ يأخذ دورات، يقرأ في كتب تطوير الذات. هذه أهداف. ويمشي على هذه الأهداف حتى يصل إلى مبتغى. حتى يصل إلى مبتغى. عرف؟ الله يعطيك العافية. سؤال في الأهداف وفي الرؤية؟ ها؟
لابد. مين كنت أتمنى واحد منكم يسأل سؤال، أنت يا مدرب ما هي رسالتك؟ أنت اللي جالس تتفلسف علينا، إيش رسالتك ورؤيتك؟ تبغوا تعرفوا رسالتي ورؤيتي؟ بعد الدورة إن شاء الله. طيب إحنا خلصنا؟ هل نحن قادرون على التغيير؟ ها؟ مين اللي ما عنده استطاعة إنه يتغير؟ يحس إنه والله صراحة صعب. البيئة اللي حواليا، المجتمع، ما عندي قدرة، ما عندي كذا، ما عندي إمكانيات، ما أستطيع. ها؟ القصة اللي قلت لكم أبغى أتكلم عليها بعد البريك هي اللي حقولها الآن. عام 1950 أبيدت اليابان، صح ولا لا؟ أبيدت تماما، دمرت، البنية التحتية راحت. عام 1960 اجتمع قادة اليابان، قالوا لابد أن يكون لدينا رؤية قريبة، ولابد أن يكون لدينا أهداف. ماذا كانت رؤيتهم أهدافهم القريبة حق 5 سنوات؟ هو إعادة إعمار، أعادوا إعمار اليابان، أرادوا أنهم يصبحوا الدولة الأولى في إنتاج إيش؟ الصوف. بعدين 1960 قالوا لابد أن نكون الدولة الأولى في إنتاج الإلكترونيات. 1970 قالوا لابد أن نكون الدولة الأولى في إنتاج السيارات. 1950 كانت دولة مدمرة. 1990 إيش صار في اليابان؟ كانت الدولة الصناعية الأولى. إيش اللي نقلها من هنا إلى هنا؟ الإرادة. كان لديهم إرادة قوية جدا. الآن أغلب السيارات اللي تشوفها ياباني، أغلب الموديلات. الحاجة المضحكة الكاميرا إنتاج فين؟ لا، قلل إنتاج الياباني. في بعض الكاميرات إنتاج هولندا، إنتاج ألمانيا وكذا. هل تعرفون أن الأشياء الداخلية اللي فيها إنتاج اليابان؟ هذا واحد. هل تعرفون أن اليابان الآن يعني تفكيرها في الـ إيش يسموها؟ لا مو الزراعة، لا حق الأجهزة، وما الأجهزة يكونوا هم اللي يخلوا ألمانيا والأمريكا، هم اللي يجمعوا من عندهم زي المذربورد، زي الأشياء هذه. صار هدفهم أنهم هم يغزوا بريطانيا وألمانيا بمنتجاتهم. عارفين أن اليابان استطاعوا أنهم استغفر الله العظيم يسووا بيض؟ تخيل، تفضل، بيض. أيوة. عندهم ثبات. عارف مقولة لليابانيين إيش يقولوا؟ لو التقى، بالله يركزوا معي في مقولتهم، يقول لك لو التقى ياباني وشخص آخر حتما سيفوز الشخص الآخر. لو تقابل ياباني وشخص آخر حتما سيفوز الشخص الآخر، ولو تقابل يابانيين وشخصين آخرين قد يفوز الآخرين، ولو تقابل 3 يابانيين و3 آخرين حتما سيفوز اليابانيين. عندهم العمل الجماعي. عارفين اليابان الدولة الوحيدة اللي ما فيها الموظف المثالي. لو عاد انت سويها بطريقتك، لو كان ياباني واحد آخر يفوز هذا الشخص، لو كانوا 2 يابانيين يفوزوا الاثنين، لكن لو كان 3 يابانيين و3 آخرين يفوز اليابانيين، لأنهم يعملوا بروح الفريق الواحد. عارف اليابانيين ما عندهم الموظف المثالي. احنا عندنا نفرح إذا حطوا صورة واحد هذا الموظف المثالي. وإذا رحت شركة، مرة كنا في زيارة لشركة من الشركات، فجاء مدير الشركة يأخذ بنا لفة، فشوفنا اللوحة قال هذا عندنا سوينا تحفيز للموظفين، حطينا صورتهم هنا حتى الموظف المثالي حتى يتحفز البقية. توقع مننا نقول له ما شاء الله والله يا أخي حاجة حلوة، الله يعطيك العافية، صراحة أجدت، وما الله يعطيك العافية. طالعت فيها كذا قلت له للأسف أنتوا رجعتوا للوراء 10 سنوات. قال لي ليش؟ قلت له يا أخي الفاضل الآن إحنا نبغى تيم وور، نبغى مجموعة هي اللي تشتغل، لكن لما كل واحد حريص على أنه يطلع اسمه هنا وتطلع صورته حيشتغل لوحده.
لكن عارفين من أسباب. بعضهم يقولون أنتوا دائما تتكلموا عن اليابان عن اليابان عن اليابان. عندهم ميزة حلوة ما هي موجودة عندنا، كانوا يشتغلوا 7 ساعات في اليوم بمقابل، 7 ساعات في اليوم بمقابل، وساعة واحدة بدون مقابل من أجل اليابان. ما عندنا إحنا هذا الكلام، ما عندنا انتماء. لما الواحد ما تصدق الساعة 2 تيجي تلاقي عند الباب واقف، واحتمال قبل، والساعة 7 يا دوب يجي دف. كان واحد على قولك، ولسه كم ساعة للفطور وكم ساعة للجرائد وكم ساعة للأمور هذه. لابد نعيد الأشياء هذه. ليش هم كذا؟ ليش هم أفضل من إحنا دولة إسلامية؟ قرأت مقولة تلاقونها في النت كثير، من ملك من ملوك إنجلترا أرسل للخليفة يقول له سمعنا أن الحضارة عندكم والعلم وكذا، فنريد أنكم تعلمونا، وأرسلنا مع الحاشية بنتنا فاهتموا فيها وعلموهم، ونلتمس من جلالتكم. شوفوا كيف الخطاب فين كان. الآن عكس، إحنا تخلينا. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إحنا تخلينا، تركنا قيمنا، تركنا مبادئنا، تركنا كل شيء. لابد أن نكون فريق واحد، لابد أن نكون فريق واحد. حاعطيكم مقطع، تفضلي. حقول لك رسالتي وأهدافي ورؤيتي. تابعوا معي بالله هنا. ايش شفته في المقطع؟ لو واحد نقز والثاني نقز خايف من هذا. ايوه هذا اللي نحتاجه، نحتاج ان نكون فريق واحد حتى نتغير سويا. المرء قليل بنفسه كثير باخوانه. قبل ما اعطيكم مرحله التغيير، انا بالنسبه لرسالتي ارضاء الله وإسعاد نفسي وخدمة المجتمع فكريا. إرضاء الله وإسعاد نفسي وخدمة المجتمع فكريا. كانت رؤيتي السنة الماضية أني أدرب في عام 2000، تنتهي نهاية 2011، وأكون دربت أكثر من 10,000 متدرب. كانت هذه رؤيتي، أن أكون بنهاية 2011 أكون دربت 11,000 أو 10,000 متدرب. خلصت 2011 وبفضل الله، عارفين كم دربت؟ 35,000 متدرب بفضل من الله. فهذه كانت رؤيتي وكان عليها يعني أهداف. عارفين كم مدرب طلع من تحت يدي؟ خلوا مدربين الجرافولوجي وتحليل الشخصية هذول على جنب، طلع من تحت يدي 1000 مدرب. وألف مدرب لهم أسماء في السوق، يعني لهم أسماء رنانة. لو أعطيكم أسماءهم ما حتصدقوا، من ضمنهم محمد، يعني هذولا أفتخر في الجميع. الجرافولوجي اللي طلعوا محترفين جدا من تحت يدي 6 بس، البقية ما سحبت منهم شهادات ما ينفعوا، لكن اللي رائعين 6، والبقية يعني أسماء رائعة في السوق، لها بروشورات ولها دورات ولهم يوميات، وما شاء الله يومياتهم عالية. وأفتخر لما أشوفهم، يعني أنا لما أشوف محمد يدرب أنا أنبسط والله، أكون سعيد.
لما أحد يشوف النتائج وكذا. واحدة من المدربات الآن يشار إليها بالتدريب، إنسانة جدا رائعة. هذه الآدمية أول ما شفتها قلت أنا مستعد أتبناك إلا أجعل منك مدربة. الآن كانت يوميتها تقريبا 1000 وشوية، الآن يوميتها 3000 ريال في اليوم. لا مو فلوس، هو الواحد يتعب على نفسه. احنا الدورات اللي بنحضرها حضرها غالية. ايوه لما انا احضر، يعني اعطيك مثال، بعض المدربين تجي يعني اتفقوا معايا شركة من الشركات في الامارات على دورة تدريبية، فراسلوا مديرة مكتبي فتقول لهم، ارسلت لهم العقد، رجعوا قالوا لا غالي وما ادري ايش وكذا، ما حنعطيك غير 1500 ريال في اليوم. قلت والله انا ما اخذ 1500، في غيري واسماء كويسه وانا اعطيكم، انا اعطيكم ارقامهم واتفقوا معاهم ويدربوا بالمبلغ هذا حتى باقل. انتوا امشي تدريب ولا لا؟ قالوا طيب عطنا اسماءهم، اعطيتهم اسماءهم واتفقوا معاهم وراحوا دربوا. رجعوا اتصل علي مره ثانيه قالوا لا نبغاك تجي. قلت لهم بيوميه اللي قلت لكم عليها. قالوا خلاص باليوميه. جيت اول مره عندهم بفضل الله بفضل الله بفضل الله، الدورة الأولى اللي حضروا فيها تقريبا كانوا 60، الدورة الثانية حضروا فوق 120. قلت له شوف كم دخلت من ورايا، لذلك أنا أطلب يومية عالية، أعرف كم واحد حيجي. اصنع نفسك، لا تقول يا أخي كيف حصير، حتصير، حيصير لك يومية وحيصير لك أتباع وحيصير لك، بس خلي لك هدف. مراحل التغيير، أول مرحلة من مراحل التغيير مرحلة الإنهاء. إيش معنى الإنهاء؟ أول مرحلة مرحلة الإنهاء. إيش معنى الإنهاء؟ ننهي اللي راح، ممتاز. إنهاء الماضي، خلاص سوي ديليت عليه. هذه أول مرحلة من مراحل التغيير مرحلة الإنهاء، أنهي الماضي. المرحلة الثانية مرحلة الحياد. إيش معنى الحياد؟ الله ينور عليك، الله يعطيك العافية. إنك تستفيد من الماضي وعينك على المستقبل. هذا اللي يسموها قياس الأثر. أنا الآن ماشي وأطالع، هل أنا ماشي صح ولا لا؟ طريق اللي أنا ماشي عليه صح ولا لا؟ وأنا طريق اللي رايح له صح ولا لا؟ طيب واحد رايح مكة وماشي في الطريق يلاقي لوحات كلها المدينة 120 كيلو، المدينة 8 كيلو. معناته فين أنا رايح؟ لا وقف ارجع. صح يا حمزة ولا لا؟ طبعا حمزة جمجوم حبيبنا، ما يحتاج عد. حمزة جمجوم أي دورة من دوراتي لازم يجي يشرفني وينورنا بحضوره. حمزة جمجوم الليل العشاء فيه ولا؟ كل مرة يعشينا بلاش في الفندق حقهم. حمزة العشاء يا أبويا. لا اليوم. يا حمزة يقول لك الحريم كمان يبغوا يتعشوا في الفندق. بلاش؟ يقول لكم بلاش، الله يحييكم العشاء حمزة جمجوم. فالفندق تبعهم اسمه ترايدنت وعندهم فندق اسمه أوركيد وعندهم ها؟ يا حمزة واللي جاي من برا توفروا لهم غرف. طيب بعد ذلك المرحلة الأخيرة مرحلة البدء. المرحلة الأخيرة مرحلة البدء. كيف تبدأ في التغيير؟ قلنا مرحلة الإنهاء انك تقصي وتسوي ديليت على الماضي، مرحله الحياد انك تقف تشوف انت ماشي صح ولا لا، استفاده من الماضي. بعض الناس عايشين في الماضي حياتهم كلها، والله يا اخي زمان ايه ايام اول، والله كان عدنان ولينا اذا جاء مني كان انبسطت يا كان، والله المشكله كنا ندور مع بشار كنت اموت متى يلقى امه بشار هذا، بس سندباد وهايدي وأذكر مرة من المرات بكيت على ريمي يا شيخ حزني. فلذلك تلاقي ناس عايشين في الماضي، ناس لا عايشين في المستقبل، حياتهم كله كيف حيصير مستقبل أولادنا، والله أنا شاك أن المستقبل حيصير أسود، ده الحين إيران حتحتل مدري إيش، يا الله والله المستقبل أيوة. حياتهم كله في المستقبل، والأفضل أنك لا تعيش في الماضي ولا تعيش في المستقبل. عيش حاضرك، عيش في حاضرك ولكن بنظرة للمستقبل وبحياد عن الماضي واستفادة من هذه الحياة الحقيقية. هذه الحياة إبراهيم الفقي يقول عبارة جميلة،
عش كل لحظة في حياتك وكأنها آخر لحظة. عش كل لحظة وكأنها آخر لحظة في حياتك. الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويغفر جميع أموات المسلمين إن شاء الله. لذلك عش يومك، بس لا تعش يومك زي واحد يقول لك يا شيخ انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. لا، عيشها بوسطية. احنا أمة وسط، لا إفراط ولا تفريط. بعد ذلك نتكلم على مرحلة الإنهاء. عندك تقييم وعندك اتخاذ، هي أنك تبدأ في التغيير. أنا حفصل لك الآن تفصيلات لكل واحدة. أول مرحلة اللي هي مرحلة الإنهاء، عندك خطوتين في الإنهاء. أول حاجة تقييم، أنك تقيم نفسك، تقيم ذاتك. في اختبار مرة جميل لا يفوتكم اسمه تالنت كيو. تالنت كيو هذا اختبار رائع موجود في النت. أيوة، تالنت تي اي ال اي ان تي بعدين كيو. هذا الاختبار رائع، هو اختبار تقييم، يقيم قدراتك، ايش المواطن الايجابيه اللي عندك وايش المواطن السلبيه، ويعطيك هذه. على فكره في واحده من الاخوات سالتني قبل ما نروح الصلاه عن دورتنا حق تركيا. دورتنا حق تركيا يوم السبت ان شاء الله، هي مدتها 10 ايام في تركيا، شامل الاكل والشرب والتنقلات والتذاكر والسكن في فندق 5 نجوم، واربع دورات وبشهاداتها، بالشوبينج، بالتمشية، بزيارة الأماكن السياحية. هذه ب10,000 ريال، فلا تفوتكم. خلاص لقينا الدورة اللي في تركيا اسمها أسرار الكون. حنتكلم عن قوانين الكون، وحنتكلم عن الطاقة، وحنتكلم عن التفاؤل، وحنتكلم على صناعة المجد. هذه الدورة فيها طبعا زيارة للأماكن السياحية، زيارة لآيا صوفيا، زيارة جزيرة الأميرات، بورصة، يلوى، فيها كل غير أن المدربين موجودين معك 24 ساعة للاستشارات إذا احتجت أي حاجة. ما أسمعك. ما بعد بسبوع نكون خلصنا، هي 10 أيام. حسألك وأرد عليك، بس تعالي استفيدي. هنبدأ من يوم، هي من يوم الأحد تبدأ، بس نسافر السبت. التذاكر محجوزة، اللي يقول والله يمكن ما ألاقي حجز، تذاكر علينا، سكن علينا، 5 نجوم، في كل غرفة جاكوزي. شوفوا الدلع، والرحلة شاملة المساج والسبا وكله. 10,000، ممكن أعطيكي خصم اللي حضر معي الدورة اليوم. لا رنا أنت، لا رنا مبسوطة ثرية ما شاء الله. أنت رنا لها 20,000 ما شاء الله، مبسوطة، عندها سيارة بي ام. ها حفهمك بعد الدورة عشان لا تفتح علي باب بيني وبينك. رنا ب20,000 لأن رنا من أسرة مبسوطة ثرية. القصمان هذولا ما شاء الله تبارك الله، القصمان ماكلين البلد. ف أنا زوجتي قصيمية، معلش. طيب زوجتي حاضرة معانا بس مجانا. طيب بعد التقييم اتخاذ القرار، أنا أقيم نفسي، المواطن الإيجابية والمواطن السلبية عندك، بعدين أنا أتخذ القرار إني فين أروح، فين أتوجه، إيش نوعية التغيير اللي أبغاه. الآن عرفت عندنا جانبين، إني أولا أقيم نفسي، أشوف أنا في أي جزء، أشوف أنا إيش الجوانب الإيجابية والجوانب اللي عندي في شخصيتي، ثم بعد ذلك أتخذ القرار، ثم بعد ذلك أتخذ القرار. هذا مهم جدا لعملية التغيير، مهم جدا لعملية التغيير. مرحلة الحياد، ماذا سأفعل؟ هل سأنجح؟ هل أنا قادر؟ أنا واقف، عيني على الماضي وعيني على المستقبل، عيني على الماضي وعيني على المستقبل، أطالع في الماضي أستفيد منه، وأطالع في المستقبل حتى أتقدم خطوات. أنا إيش أسوي؟ وبعضهم تلاقي مرحلة الحياد هذه ترده للماضي، مرحلة الحياد ترجعه للماضي، لأنه يرجع يسأل نفسه هل ممكن أنجح، هل أنا قادر ولا ماني قادر، ولا أستطيع ما أستطيع، ويقوم يرجع. هذه لابد أن تكون عندك إرادة قوية جدا في النص، لأن لو حسبنا مرحلة التغيير حتبدأ بالشكل هذا. أولا المرحلة الأولى الإنهاء،
عملية المقاومة فيها عالية جدا، ثم بعد ذلك مرحلة الحياد حتقل المقاومة، ثم مرحلة الإنهاء، مرحلة البدء، وهي أعلى مرحلة اللي هي مرحلة الاستقرار، إني فعلا استقررت على يقين إني فعلا أبغى أتغير، وبدأت فعليا في التغير، بدأت فعليا في التغير. فهنا مرحلة الحياد يبدأ الإنسان ها أنفع ما أنفع، عين هنا وعين هنا، رايح ماني رايح. في المرحلة هذه، في مرحلة الحياد، إيش المفروض يسوي؟ يقرأ في سير الناجحين، يقرأ قصص النجاحات، يقرأ قصص النجاحات. بعد ذلك مرحلة الحياد الشعور الداخلي، لابد أن يكون لديك تفاؤل، لابد أن يكون لديك إنجاز، رسم رؤية ورسالة وخطة وأهداف. هذه مرحلة البدء، مرحلة البدء مكتوب فوق مرحلة الحياد غيروها. أيه. هي المثبطات هذه والإحباطات، لابد أنك تتجاوزيها، تتجاوزيها بالإرادة الداخلية. لابد أن يكون لديك إرادة قوية، إذا كانت عندك إرادة تغيرت، ما عندك إرادة كيف تتغيري؟ لكن لابد أنك تنظر نظرة ثاقبة، أنا والله لو تغيرت حيكون عندي كذا وكذا وكذا وكذا، ولو ما تغيرت إيش حستفيد؟ أنا جالس في مكاني، فلو ما تغيرت أنا ما حخسر شيء، لكن لو تغيرت حكسب، لو تغيرت حكسب. اربط هذه الاثنين، اربطها في حياتك، ستجد أن هناك في تغير كبير في حياتك. انظر إلى الكون الآن في تغير مستمر. لو سألتك قبل 100 سنة وكلمتك قلت لك أنا أستطيع أني أكلمك وتكلمني، أنت في أمريكا وأنا في السعودية، إيش تقول عني؟ مجنون. ولو قلت لك أستطيع أكلمك وتكلمني وأشوفك وتشوفني، هتقول ها تلحس مخك. إيش اللي صاير الآن؟ هل تصدقون أنهم يفكروا الآن بتحويل المادة إلى طاقة؟ هل تصدقون؟ يحاولوا الآن أنهم يحولوا المادة إلى طاقة، يعني أنك تنتقل الآن من هنا إلى الرياض في الثانية، استناداً إلى إيش؟ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا تحويل المادة إلى طاقة، جالسين شغالين فيها بالنانو تكنولوجي الآن، استطاعوا أنهم يخفوا 1 دقيقتين اللي قالوا ثانيتين اللي قالوا 3 ثواني. الآن في تغيير، الكون بدأ يتغير، العلم بدأ يتغير، الثقافة بدأت تتغير، الملابس بدأت تتغير. الملابس وما أدراك من الملابس، صار من أغرب ما رأيت بعض الحريم يلبسوا لبس الرجال، فستان على شكل شماغ، أطالع قلت إيش هذا، والعباية بشت وحاطة عليها صورة مدري مين وراء. فمشكلة، مشكلة. إذا الآن الحياة في دوامة، الحياة صارت لابد أنك تفكر أنا كيف أمشي مع التيار، أنا ما واجه التيار، لو واجهت التيار أخذني وراح، لابد أني أعمل أني أمشي مع التيار، ولكن ما أجعل التيار يغيرني، أنا أخذ منه ما يناسبني، يناسب قيمي، مبادئي، أهدافي، قبلها ديني. هذا اللي أنادي فيه. البدء فكرة، شعور، سلوك. أي حاجة في الإنسان لابد أن تكون فكرة ثم شعور داخلي ثم سلوكيات خارجية، فكرة ثم شعور داخلي ثم سلوكيات خارجية. السؤال الأهم، ما العلاقة بين القلب والأذن والفؤاد؟ ما العلاقة بين القلب والأذن والفؤاد؟ يلا ها، بين الأذن والفؤاد والقلب، إيش العلاقة بينهم؟ أوكي. إيش العلاقة بين، أنا ما أقول لك أعرف فيها، إيش العلاقة ما بين الثلاثة هذه، أذن فؤاد قلب؟ الأستاذ أشرف يقول هل الفؤاد هو القلب؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. الله ما يذكر 2 بنفس المعنى في الآية. القلب هو القلب،
الفؤاد هو المنطقة هذه المخيخ، المنطقة هذه. الفؤاد هو المفلتر، المعلومة تأتي من الأذن تتفلتر في الفؤاد تستقر في القلب. ها؟ ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يعقلون بها. فلذلك هذه المعلومة تأتي عن طريق الأذن تتفلتر في الفؤاد تستقر في القلب، ثم بعد ذلك تصبح سلوكيات، تصبح سلوكيات خارجية. كن على يقين أن تغييرك حيبدأ من داخلك أنت. تغيير الكون، تغيير العالم حيبدأ منك أنت. واحد جلس 10 سنوات يحاول في تغيير العالم ما استطاع. 10 سنوات ثانية أراد أن يغير المحيط اللي حواليه المدينة ما استطاع. قال اكتشفت بعد 20 سنة أن التغيير، أني لا أستطيع أن أغير العالم إلا إذا غيرت نفسي. فالتغيير هناك 4 ركزوا معي فيها عشان أختم حديثي، لأن محمد كل شوية يشير لي بالساعة ويقول لي اقلب وجهك. فهي 4. أول حاجة وركزوا معايا، ويا ريت الكاميرا تكون بعيدة عني. أول حاجة وأول مرحلة في التغيير تغيير قادة الدول. هل نستطيع؟ لا، خلاص 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 خلاص. نقوم نغير التغيير الثاني، تغيير قادة الفكر. نستطيع؟ لا. نقوم نرتفع، تغيير المؤسسات الأهلية. نستطيع؟ لا. تغيير المؤسسات الخاصة. نستطيع؟ لا. أجل التغيير فين؟ التغيير فيك أنت. وتعالوا نأخذها واحد واحد من فوق. المؤسسات الخاصة مين؟ أنا وإنت وثلاثة لنا جلسة خاصة، نجلس كل شهر كل أسبوع ثلوثية اثنينية هذه يسموها المؤسسات الخاصة، شيء خاص، جلسات خاصة. المؤسسات الأهلية الشركات، معاهد، مراكز، هذه مجموعة. قادة الفكر اللي مسيطرين فكريا، عارفين من الكتب اللي الآن منتشرة لسه ما نزلت السعودية، كتاب اسمه الداوزنج. الداوزنج هذا كتاب رائع، اللي هو كيف تقود العالم فكريا، كيف تقود العالم فكريا، اسمه الداوزنج. لذلك هذه الترتيبات. طيب ما هو التغيير الطبيعي وما هو التغيير القسري؟ ما هو التغيير الطبيعي وما هو التغيير القسري الجبري؟ اللي حيجاوب حاعطيه جائزة. ما هو التغيير الطبيعي والتغيير الجبري؟ هذا ما قد جاوب صاحبنا. الطبيعي من الداخل والقسري من الخارج. أوكي. أوكي. ها. أوكي ها. أنت سبحان الله تدوري حول الحمى بس ما تعطينا الإجابة صريحة. منى أنت حضرتي معايا غيرك. هذا تعطينا قالب ذهب، نبغاها تشكل وتسلسال تعليقها. التغيير الجبري والتغيير الطبيعي. التغيير الطبيعي يكون من فين؟ من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل، من أعلى الهرم. الآن عندنا شركة، التغيير الطبيعي يكون من المدير للموظفين أسفل. أما التغيير القسري والجبري من أسفل إلى أعلى، الموظفين هم اللي يجبر المدير على التغيير. هذا يسمى تغيير جبري، وهذا اللي صاير في الربيع العربي. هذا اللي صاير في الربيع العربي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم بلادنا ويرزقنا الأمان والاستقرار إن شاء الله. تفضل. الطبيعي من أعلى إلى أسفل، والقسري من أسفل إلى أعلى. طيب سؤال، معلش تعطيني بس 3 دقائق، سامحني. كل سيشروا لي. ما الفرق بين إرادة التغيير وإدارة التغيير؟ ما الفرق بين إرادة التغيير وإدارة التغيير؟ تفضلي. الإرادة إحساس، والإدارة؟ الإدارة فعل. كويس. أختي أنت لك جائزة صراحة. أعطيتك قبل كذا ولا؟
تفضل. ما حقول لكم عشان تجاوبوا. الإرادة هي المبدأ، الإرادة هي النية، والإدارة الإدارة هي الخطة، الإرادة الوعي، والإدارة ممتاز. الإرادة فكرية والثانية عملية. الإرادة رغبة مع إصرار، والإدارة كويس. هاي يلا منى خلاص هات. الإرادة قرار، والإدارة تنفيذ. قولي. أوكي. لذلك نقول أن الإرادة نية والإدارة قرار. نية وقرار، هذا شيء داخلي وهذا شيء خارجي، شيء داخلي وشيء خارجي. لابد أن يكون لديك هذه الجانبين. متى ما قرر الناس أنهم يتغيروا، متى ما أردت التغيير، ثق تماما أنك يستجيب لك. قال الشاعر فلا بد أن يستجيب القدر. إيش بداية الشعر؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. فلذلك لا بد أن يكون لدينا إرادة، تكون لدينا قوة داخلية على أننا نتغير نحن، ولكن نتغير لفائدة، نتغير لمساعدة الناس، نتغير لمساعدة المجتمعات، نتغير لمساعدة المجتمعات. التوصيات: التدرج في التغيير، التدرج في التغيير. ما تبدأ على طول تغيير حاجة كبيرة، ابدأ step by step، ابدأ خطوة خطوة، ثم بعد ذلك الاستخارة والاستشارة. شاور، اسأل هل هذا التغيير صحيح ولا لا. شاور سواك إذا أتتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. لابد أن يكون لديك شخص تثق فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشيروا علي. سكت الصحابة. قال: يا أيها الصحابة أشيروا علي. ماذا قال له أحد الأنصار؟ يا رسول الله، والله إنك تعنينا، والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. كان يشاور أصحابه، كان يشاور زوجاته، فلذلك مهمة الاستشارة. ثم بعد ذلك المرونة، لابد أن تكون فليكسبل شوية، لا تكون يعني ناشف. يا الله تغير في التغير هذا ولا ما أبغى، لا، خلي فيه حلول بديلة، خلي فيه حلول بديلة. بعد ذلك التوازن، ما تطغي جانب على جانب، تتغير في جانب المال وتضيع جانب الدين، تغير جانب الصحة وتضيع جانب الاجتماع مع الأصحاب وكذا. لابد أن تكون متوازن. الدعم والمساندة: في المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. الاستمرارية، لابد أن يكون لديك استمرارية في التغيير. خلاص تغير، واصل، داوم. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. خلاص استمر. بعد ذلك المتابعة، تابع أعمالك، اعمل لك جدول. أنا سويت ولا ما سويت؟ سوي لي صح خطأ، صح خطأ، اعمل هذا الجدول. ثم بعد ذلك حماية الأهداف. تذكروا إيش اسمه الممثل؟ ويل سميث. تذكروا، احمي أهدافك، احمي حلمك، اجعل لك أهداف لا تجعل الآخرين يتدخلوا فيها. أخيرا احتفل بنجاحك، أخيرا احتفل بنجاحك. إذا نجحت كافئ نفسك. بعضهم ما يكافئ نفسه، يا أخي روح اعزم نفسك. إذا ما قدرت أنك تعزم نفسك أخلي حمزة يعزمك. أهم حاجة كافئ نفسك. إذا ما استطعت، الفنادق موجودة والبوفير مفتوح مجاني، غرف جاهزة، سويتات. اللي ما يستطيع يكافئ نفسه يكلمني، المكافأة موجودة جاهزة. احتفل بنجاحك. أخيرا هذه خطوات تساعدك على التغيير، هذه خطوات تساعدك على التغيير. تأكد من أن النمط القديم أصبح مقتدرا عندك بالإحساس بالأمل بالألم. هذا النمط اللي كنت عايش فيه والوضعك القديم اربطه بألم، حتى إذا جيت ترجع للنمط القديم تشعر بالألم. اجعل لك رابط، اجعل لك رابط أن هذا النمط القديم صار يشعرني بألم داخلي فلذلك أسيبه.
أن النمط الجديد مقترن بالشعور بالسعادة. لابد أن يكون لدي سعادة بهذا النمط الجديد. فلما يكون القديم يشعرني بالألم والجديد يشعرني بالسعادة، يعني أمشي على التغيير وأستمر وأواصل في التغيير. ثق تماما أنه متوافق مع ما لديك من قيم ومعتقدات. مو تعمل تغيير، تغيير شاطح، تغير فكرك، تغير ثقافتك، تغير دينك، لا، اجعله متوافق مع قيمك ومعتقداتك، أنك ستظل محتفظا بفوائد النمط القديم ومنافع. النمط القديم فيه منافع، الله سبحانه وتعالى قال في الخمر فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لذلك النمط القديم لابد أن يكون فيه منافع ويكون فيه أشياء تستفيد منها حتى تمشي للمستقبل وللنمط الجديد. كون رؤية للمستقبل تقوم على اكتساب النمط الجديد كسلوك. خلي النمط الجديد هذا اللي اكتسبته يكون سلوك جديد، خلي النمط الجديد هذا يكون سلوك جديد لديك حتى يؤثر فيك وحتى تجد نتائج، حتى تجد نتائج. أنا أمشي والله في فعلا استفدت، لا والله أنا ماشي صح، بعد ذلك أحتفل بهذه النجاحات، أجد نفسي فعلا أنا وصلت إلى القمة، أجد نفسي وصلت إلى القمة أخيرا وليس آخرا. أشكر أرجحها، أشكر إخواني في الغرفة التجارية، أشكر أخي محمد اللافي نائب لجنة التدريب في الغرفة التجارية والمدرب المتميز المبدع الرائع اللي سمح لي أني أكون معاكم، وأشكركم جميعا بدون استثناء، إنكم تحملتوا ثقالتي هذه الأربع ساعات جالس أعطيكم كلام 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 بدون ما تشاركوا. فأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عود. أرحب بأي نقد، هذا الإيميل أمامكم فوق تويتر وتحت جوال سامي الأنصاري اللي يبغى يشترك، وتحت الفيسبوك وتليفوني. أي ملاحظة، أي توجيه، أي سلبيات، أي حاجة أنا أستفيد منها حتى أحسن من نفسي في المستقبل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي كلهم جايين عشاني. أول مرة ها؟ أول مرة. طيب. قفل الفيديو يا شيخ.